بيبقى نقاش وأعصاب. إيه أكتر سن بيبقى معرض إن أو أكتر سن بيوصل بيسوس وبيوصل لحشو الأعصاب؟ أكتر سن بيسوس ويوصل لحشو الأعصاب هو مين أو هو إيه؟ أكتر سن بيسوس ويوصل لحشو الأعصاب أو السوسة بتاعته توصل لحشو الأعصاب ويتعمل له حشو أعصاب، مين أكتر سن في الفم بنعمل له حشو أعصاب أو بيتعمل له حشو أعصاب؟ اللور الأبر 6. مولر، الأبر 6. اللور 6 اكتر سن بيتعمل له حشو اعصاب او بيوصل لحشو الاعصاب او بنضطر ان احنا نعمل له حشو اعصاب هو اللور 6. طب اكتر سن بيفشل فيه حشو الاعصاب، السؤال ده بيجي كتير جدا في الامتحان، اكتر سن بيفشل حشو الاعصاب بتاعه او حشو الاعصاب بتاعه ما بينجحش، مين اكتر سن الأبر كان؟ 6. الابر 6، عشان احنا قلنا في قناة صعبة جدا اللي هي الصغيرة اللي بتبقى موجودة في الحتة دي اللي هي الام بي 2، دي صعب ان حد يلاقيها، ولو اتلاقت صعب ان هي تتنظف، ولو اتنظفت صعب ان هي تتحشي، فقناة صعبة جدا وبتبقى سبب من اسباب الفيلير الكبير جدا بتاع الابر 6 ان هو يفلير او يحصل له فيلير او يحصل له مشكلة او يحصل له فيلير. فكده اكتر سن، خلوا بالكم يا جماعة في ثلاث ترتيبات هنقولهم عشان بيجيبوهم في الامتحان كتير، في ترتيب للامباكشن اللي بيكون اللور 8، بعد كده الابر 8، بعد كده الابر كناين، بعد كده اللور بري مولر، وفي ترتيب للهايبودونشيا ان السن ما يتكونش بيكون اللور 8، بعد كده الابر 8، بعد كده اللور بري مولر، وفي ترتيب للكاريس او ترتيب للتسوس بيكون اللور 6، بعد كده الابر 6، بعد كده الابر 7، بعد كده اللور بري مولر، اخر حاجه خالص اللور سنترال واللور كناين. في ترتيب للامباكشن، في ترتيب للهايبودونشيا، في ترتيب للكاريس او الاسنان اللي بتسوس، عشان بيجوا الثلاث ترتيبات دول وبيجوا كتير جدا في الامتحان وبيجيبوهم في الاسئله كتير. يبقى كده اكتر سن بنضطر ان احنا نعمل له حشو اعصاب هو اللور 6، اكتر سن بيفشل او بيحصل له فشل اللي هو الابر 6. الابر 6 طيب هيقول اللور بري مولر بيبقوا دايما بيحصل لهم ميلان ناحيه ايه او انكلاينيشن ناحيه ايه؟ اللور مولر بيميلوا لجوه ولا بيميلوا لبره؟ اللور مولر دايما بيميلوا لجوه ولا بيميلوا لبره؟ يعني بيميلوا لللينجوال ولا بيميلوا للبكل؟ بيميلوا ناحية جوه ولا ناحية بره؟ لينجوال لينجوال، بكا. بيميلوا لجوه، بيميلوا لناحية جوه. عشان كده برضو في كيرف كده مهم بيجيبوه في الامتحان كتير، ان لو جيت وصلت ما بين الرايت مولر للليفت مولر هتلاقي مش ماشي خط مستقيم، في كيرف بيجيبوه في الامتحان كتير وبيقولوا عليه في الامتحان كتير اللي هو اسمه الكيرف بتاع ويلسون او الكيرف بتاع ويلسون، هتلاقي لو انت وصلت ما بين الرايت مولر والليفت مولر هتلاقيهم دايما مايلين ناحيه لجوه، فهتلاقيه عامل كيرف، لو كان مايل السن ده ناحيه بره كنت هتلاقي الكيرف بالعكس، الكيرف عامل كده، فدايما عشان الكيرف اوف ويلسون يبقى الاسنان اللور مولر او الاضراس اللور مولر مايله لجوه، داخله لجوه. طيب لما نيجي نخش السن عشان برضو ما تتلخبطوش، دايما السن بيميل الناحيه العكسيه او الناحيه العكسيه بتاعتنا، يعني واحنا بنخش فيه او بندخل فيه بنميل للناحيه العكس بتاعه. يعني ايه؟ يعني لو سن زي ده مايل لينجوال، المفروض ان انا وانا بوقف البير اميل بكل ولا ميل لينجوال؟ مفروض نميل ناحيه البكل ولا ناحيه اللينجوال؟ اخلي البير مايله ناحيه البكل ولا ناحيه اللينجوال؟ بكل نميل العكس، لان لو ملت لينج في سن مايل لينجوال، يعني انا دخلت كده بالبير وميلتها لينجوال في سن هو اصلا اوريدي مايل لينجوال، ايه اللي يحصل في السن ده او ايه اللي يحصل في السن ده او ايه اللي يبقى موجود في السن ده؟ برفوريشن على طول، يحصل خرم فيه، يحصل برفوريشن. فبرضه دايما بيجي في الاسئله هيقول لك وانت بتوقف البير او بتخلي البير موجوده في السن اللور مولر بتوقف البير للبكل ولا اللينجوال؟ بتخليها بكل ولا بتخليها لينجوال؟ بتخليها مايله ناحيه البكل ولا مايله ناحيه اللينجوال؟ بنخليها مايله ناحيه اللينجوال، بنخليها مايله ناحيه اللينجوال. معلش يا دكتور، ممكن تاني من الأول؟ معلش. السن مايل لجوه كده، يعني السن اللور مولر بيبقى مايل لجوه كده، فانا لما باجي اخش بالبير لو انا ملت لجوه زيه خليت البير مايله زيه زي ما هو مايل نفس الميلان، يعني السن واقف اهو كده، كده في مايل ناحيه اللينجوال.
لو انا ملت بالبير كمان ناحيه اللينجوال يبقى هعمل ايه في السن؟ هخلي السن يحصل فيه ايه؟ هيحصل بيه في بي بيرفوريشن. فمفروض ان انا بميل عكس الاتجاه، السن اللي مايل لينجوال يبقى انا اوقف البير باكل، السن اللي مايل باكل يبقى انا اوقف البير لينجوال، السن اللي رايح ميزيال يبقى انا اوقف البير ديستال، السن اللي رايح ديستال يبقى انا اوقف البير ميزيال. دايما بنميل عكس الاتجاه اللي هو الميلان بتاع السن، بوقف البير بعكس الاتجاه بتاع الميلان بتاع السن او الاتجاه اللي السن مايل فيه او الاتجاه اللي السن مايل فيه. طب احنا قلنا البيس بتاعت المثلث في الابر مولر بتبقى ناحيه ايه؟ بكر اه ايوه بكر البير بتبقى البيز مايله او البيز بتكون موجوده ناحيه البكر، والايبكس بتكون مايله ناحيه ايه؟ بلدن البيز بتكون بلتن، البيز بتكون بلتن، البيز بتكون بلتن. البيز بلتل الايبكس قصدي الايبكس بلتل البيز بكل الايبكس بلتل بكل البيز اللي هي القاعده بتاعته بتكون ناحيه البكل هي الكبيره عشان بيبقى فيه الميزيو بكل هنا ليستو بكل هنا، والايبكس اللي هي راس المثلث بتكون بلتل اللي هي القناه الواسعه اللي احنا قلنا بنحط فيها او بنحط فيها او بنعمل البوست بنحط فيها البوست او بنعمل فيها البوست. طيب هنا بيقول لك all of the following are correct association كل الحاجات دي متوصله بصوره صحيحه ما عدا في واحده غلط، وركزوا بقى في النقطه دي عشان هنربطها بجزئيه في الميديسن كده والباثولوجي مهمه جدا وبيجي فيها اسئله كتير. المكزيلاري انسايزور بيجيبوا الم في منطقه الالم الريفيرد بتاعه في منطقه الجبهه منطقه مقدمه الجبهه اللي هي الفور هيد، صح ولا غلط؟ يعني لو حد جاله وجع في الابر انسايزور ممكن يجي له صداع في مقدمه الجبهه لا. كده؟ ايه؟ لا ايه؟ لا ليه لا ليه؟ ليه؟ بصوا يا جماعه عشان ما تتلخبطوش في الـ في الـ في 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 موضوع اللي هو الريفيرد بين ده، مدوا اي سن على استطالته هتعرفوا الريفيرد بين بتاعه فين، فلما نمد الابر سنترال على استطالتهم بيوصلوا لفين؟ هم المقدمة الجبهة، يبقى كده الألم بتاعهم بيجي في مقدمة الجبهة. المكزيلاري بري مولر اللي هم الأبر فورز والأبر فايف هيجيبوا في التمبرال ريجون اللي هي منطقة الصدغ من هنا، يبقى دي صحيحة. المكزيلاري مولر لو أنا مديت المكزيلاري مولر يبقى بيوصلوا برضو للتمبرال والساينس. هل كده الأبر مولر بيجيبوا ألم في الأذن؟ يعني الريفيرد بين بتاعهم يجي في الأذن؟ الأبر مولر. لا. لا ليه يا دكتور؟ لان اصلا ده بيتاخد ديفرنشال دايجنوزز، يعني اي دكتور اسنان اول لما مريض يخش يقول له انا عندي وجع في اسناني وداني بتوجعني بيقول له 90% من غير ما يكشف يقول له انت غالبا عندك مشكله في الاضراس اللي تحت. الريفيرد بين اللي بيجي في الاذن بيجي دايما او في الغالب بيجي من الاسنان اللي تحت، عشان كده دايما هتلاقوا دكتور بتاع الانف واذن لو راح له مريض وكشف على ودانه قال له وداني بتوجعني، وراح له مريض وكشف على ودانه وقال له ده انت ودانك سليمه بيقول له روح اكشف كشف اسنان، ممكن يكون ضرس العقل عندك بيطلع وهو اللي عامل المشكله دي او هو اللي عامل لك الاذى ده او هو اللي عامل لك الازمه دي، وودانك سليمه ما فيهاش اي حاجه. فاللور مولر هم اللي يجيبوا الم في الاذن، لكن الابر مولر يجيبوا الم في الساينس وفي التمبرال ريجن. دي بيتسمى ايه او بيقولوا عليها ايه او بيسموها ايه؟ بيسموها الريفيرد بين. الريفيرد بين يعني الالم المنتقل، الالم اللي بيتنقل، لان المنطقه بتاعه الاعصاب بتاعه الوجه اللي هي كل الكرينيال نيرف دي مش كل واحد ماشي لوحده وخلاص، لا عاملين زي الشبكه كده كلهم داخلين في بعض، فطبيعي جدا ممكن تلاقي حد عنده الم في الجيوب الانفيه ويقول لك بتوجعني اسناني، او يبقى عنده الم في اسنانه ويقول لك بتوجعني وداني، او عنده الم في ودانه ويقول لك بتوجعني اسناني، وهكذا. فالمنطقه دي كلها متصله ببعض. بيطلق ايه على الالم ده او بيتسمى ايه الالم ده؟ بيتسمى الريفير بين. هناخد بقى الم كده مهم جدا اللي هو الالام بتاعه الوجه عندنا بتتقسم لحاجتين، الام اسمها الالام الاودونتوجينيك
الالام اللي بسبب اسنان والام نون اودونتوجينيك، الام بتيجي في الاسنان لكن سببها او مصدرها مش الاسنان، ممكن يكون مصدرها ايه؟ زي ما قلنا الام اعصاب، الام جيوب انفيه، اي الام ثانيه لكن مش اسنان. زي مثلا في الم مشهور كده، وركزوا بقى معايا في الالم ده عشان بيحبوه جدا في الامتحان، اللي هو من ضمن اودونتوجينيك بين اللي هي اسمها النيورالجيا، اللي هو وجع الاعصاب. اشهر مثال عليها الترايجمنال نورالجيا. احنا عندنا الترايجمنال نيرف بيبقى ماشي على الوجه زي الصوابع كده، واحد فوق عند العين وفي سلمك، واحد للابر للابر الماكسيلاري، واحد لللور المانديبول. فيجي يقول لك الالام بتاعه الترايجمنال او الالام بتاعه النيورالجيا دي ممكن تعبر الميد لاين. اهم فرق عشان تميز ما بين الالام اللي بتيجي بسبب الاسنان الاودونتوجينيك والالام اللي بتيجي بسبب غير الاسنان النون اودونتوجينيك، اللي هي كروس ميد لاين او تعبر الميد لاين او تعمل عبور للميد لاين. يعني مثلا لو مريض جاي لك قال لك الناب اللي ناحيه اليمين بيوجعني، استحاله يوجع الناب اللي ناحيه الشمال، استحاله استحاله يوجع، لكن ممكن اللي فوق يوجع اللي تحت عادي. يعني ممكن الناب اللي فوق يوجع الناب اللي تحت عادي، مفيش مشكله، لكن استحاله مثلا ناب يمين يوجع ناب شمال، استحاله. لكن النون اودونتوجينيك يعبر الميد لاين عادي. ممكن مريض يقول لك عندي وجع في الجيوب الانفيه ناحيه اليمين وبيجي لي الوجع او بيسمع الوجع ناحيه الشمال، عادي جدا. يقول لك عندي وجع في العصب الخامس اللي هو زي ما احنا بنقول كده بيسموه العصب الخامس او بيقولوا اللي هو التراجمنال، يقول لك عندي وجع في ناحيه اليمين وبيجي لي الوجع ناحيه الشمال، عادي جدا. فاول سبب واهم سبب او اهم حاجه نفرق ما بينها بين الالام اللي بتيجي عن طريق الاسنان اللي هي الاودونتوجينيك والالام اللي بتيجي في خلال الطريق الاودونتوجينيك، كروس الميد لاين، تعبر الميد لاين. طب في نقطه برضو مهمه ثانيه وبيجيبوها في الامتحان كتير جدا وبيركزوا عليها في الامتحان كتير جدا، بقى النقطه دي عباره عن ايه؟ النقطه دي حاجه اسمها تريجر بوينت. يعني ايه تريجر بوينت؟ يعني النيرف بيبقى ماشي زي ما احنا قلنا كده، في نقطه لو لمستها تهيج الالم. يعني مثلا بيجيبوا سؤال كتير في الامتحان يقول لك في مريض بيجي لك يقول لك كل ما باجي احلق دقني في نقطه معينه من دقني لو جيت لمستها يتهيج الالم في وشي كله. فيجي يقول لك ده عنده الم في اسنانه، ولا مش عارف عنده مش عارف وجع في عضلاته، ولا عنده الم في مفصل الفك، ولا عنده ايه. دي ساعتها اول لما يقول لك نقطه معينه بتتلمس الالم بيتهيج، يبقى دي تريجر بوينت، يبقى ده كده ترايجمنال نورالجيا. بتيجي من ثلاث حاجات او اللمسه بتاعتها ثلاث حاجات، ايه هما؟ يا اما يقول لك وهو بيحلق دقنه، يا اما يقول لك وهو بتحط ميك اب، يا اما يقول لك وهو بيعمل فرشه الاسنان. اول لما يرمس الديستريبيوشن بتاع النيرف يتهيج الالم على طول، فيسموها ايه او يقولوا عليها ايه؟ تريجر بوينت، نقطة معينة، نقطة. خدوا بالكم يا جماعة البتاعة دي عشان بتيجي جدا، تريجر بوينت أو نقطة معينة. طب إيه تاني يميز الآلام النون أودونتوجينيك؟ يقول لك إن هي بتيجي سيجنال. يعني إيه سيجنال؟ يعني حاجة موسمية كده. يعني مثلا في ناس تقول لك أنا في الجو الربيع اللي بيبقى، أو مثلا جو الخريف اللي بيبقى فيه أتربة وكده، بيبقى ألم في جيوب الأنف. بقيت السنة أنا عادي، أنا كويس. لكن في الوقت اللي هو بتاع الربيع او الوقت بتاع مثلا الخريف او اي فصل كده من الفصول، الالم يجي لي بقيه السنه انا سليم وتمام ومفيش اي مشكله خالص. فده يبقى ايه او يتقال عليه ايه؟ ده كده برضو نون اودونتوجينيك بين. لكن الم الاسنان لا، عادي يجي صيف شتاء خريف ربيع، يجي في اي وقت. فكده يبقى الالام النون اودونتوجينيك تعبر الميد لاين، موسميه، بتيجي في مواسم، ليها تريجر بوينت نقطه معينه، والالم بتاعها بيبقى سايكليك دوري. يعني في شهور معينه يفضل يجي ويقل ويرجع تاني، في شهور معينه يفضل يجي ويقل ويرجع تاني. مهمه جدا الجزئيه بتاعه النون اودونتوجينيك بين عشان ليها حاجه زي ما قلنا كده في تراجمنال النورالجيا، بيركزوا عليها في الامتحان وبيجيبوها في الامتحان كتير. طيب بيقول لك ويتش اوف ذا فولوينج، خلوا بالكم يا جماعه، الترقيم هنا ده مترقم زي ما احنا قلنا امبارح، ده يونيفرسال، ده مترقم يونيفرسال. بيقول لك ويتش اوف ذا فولوينج از موست لايكلي تو هاف تو كانال، مين اكتر سن بيبقى فيه قناتين؟ خلوا بالكم الترقيم هنا يونيفرسال، يعني الترقيم هنا نص السؤال، الحل بتاعه نص السؤال بالظبط. مين السنه اللي بيبقى فيها
تو كانالز. اللي احنا النسبه اللي احنا قلنا عليها العاليه امبارح كانت مين؟ ابر 4. ابر 4. طب نختار ايه بقى؟ نختار رقم كم؟ نختار رقم كم؟ يعني نختار رقم 4 ولا نختار رقم كم؟ 4 هنا بالترقيم اليونيفرسال ده يعني السكند بريمولر، لان احنا قلنا 1 2 يبقى ال 6 رقم 3، يبقى رقم 4 ده هنا هو مين؟ او رقم 4 ده كده هو مين؟ هو الابر رايت سكند بريمولر. الابر رايت سكند بريمولر، عشان كده قلت لكم خلوا بالكم الترقيمات، يعني لو حد مش فاهم موضوع الترقيم ممكن يقوم حالل وكاتب 4 وخلاص ويحل السؤال غلط. لا، هو هنا فهنضطر ان احنا نمشي ونعبر الناحيه الثانيه، يبقى نكمل 5 6 لغايه اما نوصل السنترال ده 8، يبقى السنترال الناحيه ده 9 وبعد كده 10، الكناين هيبقى 11، مين اللي هيكون 12 او مين اللي هيبقى 12؟ الابر ليفت سكند فيرست بريمولر، الابر ليفت فيرست بريمولر. يبقى الرقم اللي نختاره هنا مش رقم 4، ليه؟ لان رقم 4 هنا هو اللي مقصود بيه الابر رايت سكند بريمولر، فاحنا مفروض نختار الفيرست بريمولر، فنختاره للناحيه الثانيه اللي هو الليفت فيرست بريمولر، الليفت فيرست بريمولر الابر يعني. طيب مين اللي المفروض نسبته تكون اكتر؟ ان السن يكون فيه تو كانال ولا ان السن يكون فيه تو كانالز ولا تو روتس؟ مين اللي المفروض النسبه تكون اكتر، التو كانالز ولا التو روتس؟ التو كانالز، لان عادي طبيعي ممكن يجي تو كانالز في وان روت، فتبقى المفروض مين النسبه الاكبر، ان هو يبقى فيه تو كانالز ولا تو روتس؟ ان هو يبقى فيه تو كانالز. فقلنا نسبه التو كانالز 91%. النسبه الثانيه اللي المفروض تعرفوها ان هو يجي فيه تو روتس نسبته 78%، نسبته 78%. وجمعوا برضو النسب دي كده خلوها على جنب عشان مهمه جدا وبيسالوا عن نسب كتير في الامتحان، خلوا كده نسب ليكوا على جنب، مجمعينها في ورقه على جنب النسب عشان النسب بتيجي كتير جدا في الامتحان. فنسبه الابر 4 ان هو يجي فيه قناتين 91%، نسبه ان هو يجي فيه تو روتس بيكون 78%، بيكون 78%. معلش يا دكتور، يعني صيغه السؤال تيجي ازاي برضو؟ يعني هيقول انهي نسبه اكبر ولا ايه؟ يعني لا ايه لا علاقه التو روتس تو كانالز؟ نسبه التو كانالز فيه قد ايه، نسبه التو روتس فيه قد ايه، نسبه التو كانالز فيه قد ايه كذا. يعني حفظ الارقام فقط يعني. نسبه التو كانال كذا، نسبه التو روتس كذا، فالمفروض تبقى عارفه التو كانالز كام، التو روتس كام، نسبه التو كانال هنا في كام ونسبه التو روتس هنا كام، في كام. اوكي. طيب بيجي يقول لنا لو احنا جينا عملنا اوفر انسترومنتيشن واحنا شغالين اندو في الابر 4، ايه الاناتوميكال، الحاجه الاناتوميكال اللي نبقى خايفين منها؟ يعني انا لو خليت الفايل يتجاوز الابر 4، ايه الحاجه الاناتوميكال اللي انا ابقى خايف منها او الحاجه التشريحيه اللي فوق الابر 4 اللي انا هكون خايف منها؟ ساينس. ساينس اللي انا هبقى خايف منه الساينس، هبقى خايف من الساينس، هبقى خايف من الساينس، او الحاجه اللي هبقى خايف منها المجزيلاري ساينس، هبقى خايف من المجزيلاري ساينس. طيب بيقول لك 1 يير، خدوا بالكم يا جماعه من الوقت عشان عامل الوقت مهم جدا، بيقول لك بعد سنه كامله مما عملت حشو الاعصاب، بعد سنه كامله مما عملت حشو الاعصاب في السن رقم 3، قلنا 3 دي مين؟ ده كده الابر رايت فيرست مولر، الابر رايت فيرست مولر. خدت اكس راي لقيت ان في ستيل ليجن بريزنت، يعني بيقول لك ان في ليجن لسه موجود، بعد ما خدت الاكس راي لقيت في ليجن موجود فوق الابر 6 بعد سنه كامله من حشو الاعصاب، فهيقول لك هل الليجن ده بسبب ان انت ما عرفتش تحدد السكند ميزوباكال كانال، ولا ما عرفتش تحدد السكند ديستوباكال كانال، ولا ما عرفتش تحدد السكند بلاتال كانال، ما حشتهاش يعني ما نظفتهاش كويس، ولا اي حاجه، وكده كده دي حاجه قديمه ولسه بتعمل هيلينج، دي حاجه قديمه ولسه بتعمل هيلينج.
هنختار ايه، او ايه الاختيار الاصح، او ايه الاختيار الادق؟ اول اختيار اول واحد ان احنا ما عرفناش، عشان احنا لسه قايلين برضو هي نفس الفكره، لسه قايلين القناه اللي صعبه تتنظف. طب ليه ما قلناش ان ده حاجه قديمه؟ يعني ليه ما اخترناش ان ده حاجه قديمه ولسه بتعمل هيلينج؟ اظن ما حدش بيقدر يقعد بابسس مثلا مده طويله زي دي، يعني هيبقى فيه سويلينج، هيبقى فيه تطورات تانيه، لانه عدى 1 يير. 1 يير ما هو وقت. الله ينور عليك، ممتاز. عشان قلت لكم خلوا بالكم الوقت، اي هيلينج في الدنيا ما بين 6 شهور لسنه، استحاله استحاله اي هيلينج في الدنيا يستمر اكتر من كده او يقعد اكتر من كده. هو قال عديت سنه بعد ما عملت حشو الاعصاب، عديت سنه يبقى ده حاجه جديده، ده استحاله يكون حاجه قديمه ولسه بتعمل نمو او لسه بتعمل هيل او لسه بتنمو او لسه بتعمل ديفلوب للهيل او بتعمل نمو، استحاله. ده كده مليون في الميه حاجه جديده، ده كده مليون في الميه حاجه جديده. يبقى لو كان مثلا قال لنا 6 شهور، خدت اكس راي بعد 6 شهور، كنا ممكن نختار انهي اختيار؟ لو كان قال لنا بعد 6 شهور كنا ممكن نختار انهي اختيار؟ اخر اختيار ساعتها. لو كان قال لنا 5 شهور، 4 شهور، 3 شهور، شهرين، شهر ونص، لغايه معانا لغايه سنه، لا عادي، كنا ممكن نقول ان ده لسه بيعمل ديفلوب للهيلينج، لسه بيعمل. وخدوا بالكم يا جماعه بقى من النقطه دي، عشان بقى لهم فتره مركزين عليها، ولقالهم فتره مركزين عليها وبيجيبوها، بيجيبوا الاكس راي او بيشوفوا الاكس راي، يجيب لك في حاجه اسمها هيلد وفي حاجه اسمها نون هيلينج وفي حاجه اسمها هيلد. هيلد بالاي دي وهيلينج ونون هيلد بيجيبوها في الاكس راي، وبقى لهم فتره كده مركزين عليها او جايبينها كده او بيجيبوا الاكس راي بتاعها. فلما يجيبوا لنا صوره نلاقي ان الليجن بيقل او بيبتدي يقل في الحجم، يبقى ده كده بيعمل هيلينج، يبقى ده كده لسه بيعمل هيلينج. لما يجي لي الاكس راي والاقي السن رجع طبيعي، او السن ما بقاش فيه ريديولوسنسي، او السن بقى سليم، يبقى ده هيلد، يبقى ده هيلد، يبقى ده حصل له هيلينج وبقى هيلد. لما الاقي السن لسه فيه او لسه فيه الليجن موجود، يبقى ده نون هيلينج، يبقى ده ما فيهوش اي هيلينج خالص. يبقى لو السن لسه في الليجن موجود، لسه في بدايته، لسه ما حدش عمل له اي علاج خالص، يبقى ده نون هيلينج. ابتدى يعمل يقل الحجم بتاعه، او ابتدى يقل الريديولوسنس شويه، يبقى ده بيحصل له هيلينج، لسه بيعمل هيلينج، او لسه بيعمل الديفلوب للهيلينج. ابتدى يختفي خالص، او ابتدى اللون يختفي او الريديولوسنس يختفي خالص، يبقى ده هيلد، خلاص تم الشفاء، او حصل الشفاء الكامل، او تم الشفاء الكامل. وبقى لهم برضه فتره عمالين يجيبوا الصور بتاعه الهيلينج والهيلد، لو لقيته الليجن لسه زي ما هو، يبقى ده نون هيلينج. ابتدى يقل في الحجم لكن ما اختفاش خالص، يبقى ده هيلينج بالاي ان جي، لسه بينمو، لسه بيلتئ. هيلد بالاي دي، خلاص تم الشفاء، او حصل الشفاء الكامل، او تم الشفاء الكامل. دكتور معلش يا دكتور، ممكن تعيدها تاني من الاول الجزئيه دي؟ معلش الحته بتاعت الاكس راي دي، معلش. تمام. عندنا خلينا كده مثلا نشوف كده، ده كده بري اوبرتيف، ده كده في دكتور عمل تلبيسه على سن ما قطعش اعصابه، عمل تلبيسه على سن من غير ما يقطع اعصابه، عمل ايه في السن؟ في ابسس كبير جدا وضخم جدا وشديد جدا، ده كده بري اوبرتيف. طيب عمل ايه الدكتور ولا ايه اللي عمله؟ بيبتدوا يحطوا كالسيوم هيدروكسيد عشان يعملوا هيلينج، او يبتدي هيلينج، او يبتدي يحصل هيلينج. طيب ابتدى ده كده هنا لسه بيديفلوب الهيل، فدي يتقال عليه، يبقى هنا اول واحده دي البري اوبرتيف، ده نون هيلينج، ده في ليجن موجود لسه ما حدش عمل له اي حاجه. هنا كده لما ابتدينا نحط له الكالسيوم هيدروكسيد، ابتدى السايز بتاع الليجن يقل شويه، او السايز بتاع الليجن يقل شويه، يبقى كده بيديفلوب الهيل، او بيحصل ديفلوب للهيلينج، فكده يبقى هيلينج بالاي ان جي. خلاص كده الليجن ابتدى يختفي بنسبه كبيره، او ابتدى يروح بنسبه كبيره، يبقى ده كده خلاص اوريدي، يبقى ده كده هيلد، يبقى ده كده هيلد، ده كده هيلد. تمام.
عمالين يجيبوا صورة عليها في الفترة الأخيرة اللي احنا فيها دي، فبيجيبوا صور عليها، عمالين يجيبوا صور عليها، ويجيبوا يعني حاجات عليها، صور عليها. يعني هنا مثلا ممكن نشوف برضو صورة زي دي، ده كده لسه في البداية. الليجن ضخم جدا وعنيف جدا وكبير جدا، ده ضخم جدا. ايه الحاجة اللي الدكتور عاملها هنا دي، عشان بيجيبوها برضو في الأسئلة، ايه الحاجة اللي الدكتور عاملها؟ ايه الجتا بيرشا اللي بره دي؟ ساينس تراكت تريسنج، الله ينور عليكم، ممتازه. لما يكون عندي ليجن كبير وهو الدكتور شاكك، لان السن اللي جنبه ده باين ان هو فيه تسوس، فهو مش عارف الليجن تبع السن ده ولا تبع السن ده، فبيقوم مدخل في الساينس، مدخل جاتا بيرشا عشان يشوف هتوصل فين، ويبقى السن اللي وصلته هو اللي عامل المشكله. فدي حاجه اسمها ساينس تراكت تريسنج. يبقى دي كده اللي هنا دي، ده كده نون هيلينج، لسه في البدايه. هنا ابتدى يحط له كالسيوم هيدروكسيد او يعمل له كالسيوم هيدروكسيد، الليجن ابتدى يقل لكن ما اختفاش، يبقى بيتقال عليه ايه او بيتسمى ايه؟ هيلينج بالاي ان جي، لسه بيديفلوب. طيب الليجن بقى تقريبا ممكن نقول بنسبه 99% اختفى مثلا، او 95% اختفى، يبقى ده كده يتقال عليه ايه؟ هيلد. يتقال عليه ايه؟ هيلد. يبقى ما عملناش اي حاجه خالص، نون هيلينج ابتدينا بس لسه الليجن ما اختفاش 100%، يبقى هيلينج اختفى خالص يبقى هيلد. طيب برضو ساعات في كده بيجي يقول لك بتخش للقناه ازاي، السؤال ده برضو بيجي كتير، يعني يقول لك الميزيو باكال كانال نخش لها ازاي، او نخش ليها ازاي، او نوقف الفايل ازاي لما نيجي نخش في الميزيو باكال كانال. عشان برضو ما تحفظوهاش، اقلبوا الاسم اللي جايبه لكم بالعكس، يعني الميزيال تتقلب ديستال والباكل تتقلب لينجوال. يبقى لما يجي يقول لك الميزيو باكال كانال، يبقى اخش لها من انهي اتجاه، او اخش من انهي اتجاه، يبقى اقلب الميزيال تبقى ديستال واقلب الباكل تبقى لينجوال. يبقى بخش لها منين؟ بخش لها من الديستو لينجوال، اخش لها من الديستو لينجوال. طب لو جه قال لنا مثلا الديستو باكل كانال، يبقى اخش لها منين او كلها ازاي؟ ميزيو لينجوال. ميزيو لينجوال، ميزيو لينجوال. طب لو قال لنا مثلا البلاتال وخلاص، البلاتال ما فيهاش ميزيو، هي بلاتال وخلاص، يبقى نخش لها ازاي؟ بكل. بكل. يبقى نخش لها بكل. يبقى عشان ما تحفظوش او يعني ما تحفظوش حاجه، يعني بتقلبوا الاسم بالعكس، بتقلبوا الاسم بالعكس. والسؤال ده برضو بيجي في الامتحان، يجي يقول لك كل قناه بخش لها ازاي، او كل قناه منهم بخش لها ازاي. فعشان ما تتلخبطوش او ما تحفظوش، تجيبوا القناه وتقلبوا الاسم بتاعها، ميزيال تبقى ديستال، باكل تبقى لينجوال، والبلاتال تبقى باكل، وهكذا على نفس السيكونس او نفس الموضوع. طيب بيقول لك خلي بالك بقى، هقول لكم هنا حاجه عشان بس تميزوا كده ما بين الموضوع. بيقول لك ابر 6 جاي تصوره ولقيت فيه راديو اوباستي فوق الابر 6، خلوا بالكم مش راديولوسنس، لقيته فيه حاجه بيضه وشكل حرف اليو فوق، خلوا بالكم راديو اوبيك مش راديو لوسنت، راديو اوبيك، حاجه راديو اوبيك فوق الابر 6 وانت بتصور الاكس راي، ايه دي؟ راديو اوبيك مش راديو لوسنت، حاجه راديو اوبيك راديو لوسنت. ايه اللي ممكن يكون راديو اوبيك فوق الابر 6؟ ساينس. ما احنا بنقول اهو، من عشان كده قعدت اركز على كلمه راديو اوبيك. العظمه اللي هنا، عظمه الوجنه اللي هي مين؟ العظمه اللي تحت العين، الزيجوماتيك بون، الزيجوماتيك قرش او الزيجوماتيك بون او الزيجوماتيك بروسيس، يعني الزيجوماتيك قرش او الزيجوماتيك بون او الزيجوماتيك بروسيس. لو قال لك ريديولوسنس، حاجه ريديولوسنس او حاجه ريديولوسنس، يبقى ممكن نختار ماشي اللي هي الماكسيلاري ساينس. لكن قال حاجه راديو اوبيك بيضه، حاجه بيضه او حاجه ظاهره بيضه، لا يبقى دي كده الساينس، يبقى دي كده الساينس. يبقى لما تطلع حاجه بيضه راديو اوبيك، يبقى دي كده الزيجوماتيك ارش او الزيجوماتيك بروسيس. لكن لو راديو لوسيس،
يبقى هي الساينس او هي الساينس. طب ايه، في برضو سؤال بيجي في الامتحان كتير جدا، ايه احسن اكس راي نشوف بيها الفراكشر بتاع الساينس؟ بيجي السؤال ده كتير جدا في الامتحان، ايه احسن اكس راي او نوع اكس راي نشوف بيه الساينس؟ احسن اكس راي نشوف بيه الساينس هو مين؟ يعني نشوف بيه البروسيس، الكسر بتاع الزيجوماتيك بروسيس هو مين؟ ماكسيلاري. لا، احسن نوع اكس راي، احسن نوع اكس راي بي سي تي، حاجه اسمها السبمنتو فيرتكس، بيسموه طبق البيض، يعني كانوا بيختصروه كده بيقولوا عليها كانه عامل زي طبق البيض. ده احسن اكس راي، احسن نوع اكس راي اشوف بيه الفراكشر بتاع الزيجوماتيك بروسيس او الفراكشر بتاع الزيجوماتيك ارش او الزيجوماتيك بروسيس اللي هو هنا. ده احسن واحد او احسن نوع اكس راي اقدر اشوف بيه، ده بيتعمل من تحت من هنا، بيسموه سبمنتو فيرتكس. كانوا بيختصروه كده بيقولوا عليه عامل زي طبق البيض او شبه طبق البيض اللي هو السبمنتو فيرتكس. وبيجي برضو السؤال ده في الامتحان كتير، احسن اكس راي نشوف بيها الكاس بتاع الزيجوماتيك ارش او الزيجوماتيك بروسيس هو ايه او هو مين؟ هو السبمنتو فيرتكس، احسن اكس راي نشوف بيها هي السبمنتو فيرتكس. طيب بيقول لك which of the following teeth have bulb chamber can characterize by oval or ovoid. خلينا نشوفهم واحده واحده ونشوف مين صح ومين غلط. الابر سنترال بيبقى اوفال صح ولا غلط؟ غلط. غلط، احنا قلنا ده الوحيد اللي في الانتيريور تريانجلر. طيب اللور سنترال اوفال صح ولا غلط؟ صح. صح تمام. الابر لاترال صح اللي هو اوفال ولا لا؟ صح. صح. اللور لاترال غلط. اللور لاترال، اللور لاترال لا غلط، تروبيزويد صح؟ لا 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 صح صح صح، احنا قلنا كل الاسنان ايوه اوفل ايوه 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 صح، ما عدا اول واحده سنترال والابر مولر صح، الانجلر واللور مولر تروبيزويد. يبقى اي سنه احنا اتفقنا يا جماعه، قلنا أيوة. قاعده عشان ايوه نحفظ. قلنا قاعده عشان ما نحفظش، كل الاسنان اوفال ما عدا الابر سنترال، الابر بري مولر، الابر مولر دول تريانجلر، والباقيين اللور مولر ترابيزويدال. طيب بيقول لك ابروكسيماتلي، تقريبيا بعمليه تقريبيه، اللور فور كان بيبقى فيه نسبه كام في تو كانال اللي هي اقل نسبه قلنا عليها؟ تقريبيا اللور فور في تو كانال نسبه قد ايه؟ تقريبا 27 20 يبقى تقريبيا 20، دي النسبه اللي اقل حاجه قلنا عليها. قلنا يا جماعه لو حفظنا الثلاث قواعد بتوع الاول او الثلاث قواعد اللي في الاول خلاص كل الامور في اي حاجه في النقطه دي الامور كلها هتبقى تمام او هتبقى مظبوط. طب احنا قلنا واحنا بنشتغل في الابر بري مولر بنخف الاوفر انسترومنتيشن من الساينس، طب اللور بري مولر بنخف الاوفر انسترومنتيشن من ايه؟ من النيرف اللي تحت اللي هو منتال، منتال نيرف، بنخاف من المنتال فورامين. وبيجي برضو صورة المنتال فورامين دي كتير في الأسئلة، فلازم تبقوا عارفين الإكس راي بتاعتها. لما تلاقوا حاجة ريديولوسنس كده ما بين اللور 4 واللور 5 أوتوماتيك على طول، ده إيه؟ ده المنتال فورامين، بيجي في الصور كتير وبيجي في بيجي في الإكس راي عليه كتير أو بيجي في الصور كتير بتاعة الإكس راي، فلازم تبقوا عارفين الصورة بتاعته. المنتال فورامين بيبقى جاي على الناحيتين او بيجي بايلاترال، عشان نبقى عارفينه بيجي بايلاترال، هو اللي بيبقى ما بين البري مولر او ما بين البري مولر اليمين والبري مولر الشمال، ما بين الفيرست بري مولر والسكند بري مولر اللي هو المنتال فورام. طيب جه سؤال قبل كده في امتحان وقال لك لو انت بتصور اللور بري مولر والقناه كانت ماشيه ومرة واحدة لقيت القناة اختفت ورجعت كملت تاني، ايه اللي حصل في المنطقة اللي في النص دي؟ قال لك حصل كالسيفيكيشن ولا حصل ستون؟ ايه اللي حصل في النص خلى القناة تختفي في النص وترجع تكمل تاني؟ حصل ايه في النص؟ ستون. لا الستون هتظهر كالسيفيكيشن، هتظهر حاجة بيضاء، هتظهر في كتلة بيضاء، حاجة زي الحجر كده. ان القناه ايه اللي ظهر تاني يا دكتور؟ يعني القناه كانت نازله كده ومره واحده حصل لها ديسابيرنج في الميدل او اختفت في المنتصف. ديسابيرنج يعني اختفت في المنتصف، اختفت القناه، اختفت مش موجوده ورجعت كملت تاني، يبقى حصل ايه؟ ديسابيرنج. لا
اتقسمت لاثنين فمش باينه اي واحده فيهم ورجعت كملت تاني. جه السؤال ده قبل كده في الامتحان، قال لك لو القناه وانت بتاخد اكس راي مره واحده اتقسمت او ما بقتش موجوده او مش باينه في النص، يبقى ايه اللي حصل في القناه او ايه اللي حصل في القناه او ايه اللي موجود في القناه ساعتها او ايه اللي حصل في القناه؟ هي كانت ماشيه ستريت 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 القناه، ومره واحده اتقسمت لاثنين فاختفت ورجعت كملت تاني، فحصل ديسابيرنج في المنتصف او اختفت في المنتصف. في احنا قلنا التستات عندنا، احنا خدنا امبارح الفيتاليتي تيست والالكتريك تيست، في تيستين تانيين برضو المفروض نزودهم معانا عشان مهمين وبيجيبوهم في الاسئله كتير. في حاجه اسمها سيلكتيف انستيزيا تيست وحاجه اسمها التيست كافيتي او كافيتي تيست. ايه بقى الاثنين دول؟ سيلكتيف انستيزيا تيست، احنا المفروض الانستيزيا عندنا بنستخدمها كتريتمنت كاجراء او بروسيدور ان احنا نشتغل. احنا بقى ممكن نستخدم البنج كطريقه في الدياجنوز. ازاي؟ في مريض ممكن يجي يقول لي والله دكتور انا عندي الم ناحيه اليمين ومش عارف الالم في انهي سن، وبص على الاسنان بتاعته مش باين اي حاجه ظاهريه. فبيعمل ايه الدكتور؟ يقوم يبتدي يديله البنج واحده واحده، وكل ما يقول له ها الالم اختفى يقول له لا يبقى يكمل تاني، ها الالم اختفى لا يبقى يكمل تاني، ها الالم، لغايه ما يقول له خلاص الالم اختفى، يبقى هو ده السن اللي كان فيه المشكله. يبقى استخدمنا كده البنج او التخدير ساعتها استخدمناه ايه او عملنا استخدامه ايه؟ استخدمناه ك دياجنوزز، كتشخيص، كعملنا بيه تشخيص، مش استخدمناه كبروسيديور، لا استخدمناه كتشخيص او عملنا بيه تشخيص او استخدمناه في التشخيص ما استخدمناهوش في التريتمنت او بروسيدور بالتريتمنت. طب بيجي برضه سؤال في الامتحان يقول لك وانت بتعمل دياجنوزز في التيست في الانستيزيا تيست بتبتدي منين لفين؟ بتبدا من الانتيريور للبوستيريور ولا من البوستيريور للانتيريور؟ بنبدا من البوستيريور للانتيريور؟ بنبدا من ورا لقدام، بنبدا من ورا لقدام، برجع من الابر 8 ابر 7 ابر 6 ابر 5 ابر 4 ابر 9 لغايه اما اوصل للسن اللي هو كان فيه المشكله او السن اللي عامل المشكله. فبرضه السؤال ده بيجي في الامتحان واحنا بنعمل الانستيزيا تيست، ببدا منين لفين او ببدا من ايه لايه؟ طيب في تيست تاني برضه بيجيبوه كتير في الامتحان، يقول لك في مريض في حشوه امالجم كبيره جدا ضخمه جدا، الحشوه ضخمه جدا او الحشوه كبيره جدا، وجيت عملت كل الاختبارات مش عارف توصل لاي نتيجه، ولا عارف توصل بالالكتريك ولا عارف توصل بالفيتاليتي ولا عارف توصل باي حاجه، فتعمل ايه؟ بيقوموا جايبين البير وحفرين جوه الامالجم ده من غير ما يدوا انستيزيا، المريض صرخ وصوت واحنا بنحفر في الحشوه يبقى السن فايتال، المريض ما صرخش ما صوتش ما عملش اي رد فعل يبقى السن ده نكروتيك وخلاص السن ده كده مات. بيقولوا عليه ايه او بيسموه ايه ده؟ بيسموه التيست كافيتي او الكافيتي تيست، التيست كافيتي او الكافيتي تيست، وبيجي كتير جدا في الاسئله وبيتكرر كتير جدا في الاسئله. يقول لك مريض جايب حشوه امالجم كبيره ومش عارف اعمل له دايجنوزز او مش عارف اوصل للتشخيص بتاعه، اعمل ايه ولا ايه اللي اعمله ولا ايه الاختبار اللي ممكن اعمله؟ اعمل له التيست كافيتي او الكافيتي تيست. طيب بيقول لك المانديبولار كناين ريكوير تريانجولار اكسس بريبريشن، يعني اللور كناين الاكسس بتاعته بتكون مثلثه، صح ولا غلط؟ الايه؟ اللور كناين الاكسس بتاعته بتكون مثلثه تريانجولار، صح ولا غلط؟ اوفال اوفال، احنا قلنا كله اوفال فخلاص يبقى ده منهم كلهم، يبقى ده كده اوفال، يبقى دي كده اجابه خاطئه. طيب بيقول لك ان الاكسس مفروض واحنا بنفتح الابر كناين او اللور كناين المفروض ان احنا نميل الاكسس ناحيه اللينجوال لان السن بيبقى مايل او انكلاين ناحيه البكل، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ دوسوا كده على الكناين، هو صح نبقى بالعكس، يعني دوسوا كده على الكناين بايديكم لا غلط، الكناين بارز ولا لا لما تدوسوا عليه بايديكم في بروز ولا ما فيهوش بروز؟ لا
الكلام مش بارق وانتوا دايسين كده، دوسوا كده بصوابعكم على اللور الكلام كده، شوفوه طالع لبره ولا تحسوا ان هو داخل لجوه؟ طلع لبره. يبقى مايل للبقل ولا صح ولا غلط؟ كده صح، مايل للبقل. يبقى مايل للبقل، يبقى صحيح. طيب هو مايل للبقل، يبقى مفروض انا اميل للبقل زيه بالبير، اخلي البير واقفه، ولا ميل عكس اتجاهه اميل لللينجوال؟ اميل لللينجوال. يبقى الكلام ده صحيح ولا النقطه دي صحيحه ولا خطا؟ صح، يبقى دي صحيحه. هو مايل لبره، لو حطيت صوابعكم كده على الكناين اللي هو الكناين هتحس ان هو مضغوط لبره او طالع لبره او مايل لبره، والمفروض ان احنا قلنا بنميل دايما عكس الاتجاه او بنميل العكس بتاع الاتجاه، يبقى دي كده صحيحه وجمله صحيحه. طيب هيقول لك دايما في اللور انتيريور بيبقوا رفيعين، بيبقوا سن من الباكو لينجوال ولا الميزيو ديس اللور انتيريور؟ من الميزيو ديس اللي يكون سن اكثر، بيبقى سن. حتى لو فيكم حد كده اشتغل بريباريشن، الناس اللي بتعمل ريدكشن مثلا في اللور سنترال او اللور لاترال بتلاقوه عامل زي الدبوس كده، يعني بعد ما يعملوا له بريباريشن بتلاقوه عامل زي الدبوس او شبه الدبوس او عامل زي الدبوس كده، بيبقى رفيع جدا عامل زي الدبوس. فيجي يقول لك الاسنان اللور انتيريور بيبقوا رفيعين من الباكو لينجوال من العرض كده ولا من الويتس كده من الميزيو ديستال، بيبقوا رفيعين او ارفع من الميزيو ديستال؟ طيب خدوا بالكم، هركز لكم على نقطة هنا مهمة جدا وهنتدرب عليها مع مرور الوقت. الهيئة ساعات بتجيب إجابة صحيحة وإجابة تانية أصح، فبيبقوا عايزينكم تختاروا حاجة اسمها الأدق أو الأصح. يعني هنا في إجابتين في السؤال ده، في إجابتين، في إجابة صح وفي إجابة أصح، فنعمل ايه او نعمل ايه في الاجابه؟ نختار الاجابه الادق او الاصح. يعني هنا بيقول لك مين السن اللي بيبقى عنده كيرف درو، مين السن اللي ماكسيلاري لاترال انسايزر. ايوه هنا في اجابتين، الكناين ممكن يجي، ممكن يجي فيه كيرفتشر، لكن اللي مليار في الميه هيجي فيه كيرفتشر، حتى بيقولوا عليه نسبه كده 99.9% الابر لاترال هيجي فيه كيرفتشر. يعني لو فتحت 100 سن مثلا ابر لاترال الاقي في ال 100 مثلا فيهم كيرفتشر، يبقى ممكن الكناين ممكن الكناين الابر كناين يجي فيه كيرفتشر. لكن الاجابه الاصح او الاجابه الادق او الاجابه اللي صحيحه بصوره اكبر هي ايه؟ ان الابر لاترال، الابر لاترال. عشان النقطه دي بيجي سؤالين في الامتحان خاصين في النقطه دي، يجي يقول لك، بيجي سؤال كتير جدا في الامتحان يقول لك مين اشهر سن في الانتيريور ممكن يعمل بلاتال ابسس، بيجي السؤال ده كتير جدا في الامتحان، مين اكتر سن في الانتيريور ممكن يعمل خراج من ناحيه جوه؟ المفروض الانتيريور كلهم بيعملهم من بره او بيعملهم من بره، السن الوحيد اللي بيعمل خراج من ناحيه جوه مين هو؟ لاترال، الابر لاترال. وبرده بيجي سؤال برده في النقطه دي كتير جدا في الامتحان، يقول لك ايه السن اللي في الانتيريور اللي كونترا انديكيشن للروتيشن ويز اكستراكشن؟ يعني ايه السن اللي استحاله تلفه وانت بتخلعه؟ استحاله، استحاله تلفه او تعمل له روتيشن وانت بتخلعه، استحاله. برضو الابر لاترال، ليه؟ لان الابر لاترال في كده حته، هي حته كده بس من الاخر هي اللي مايله كده، فدي لو اتكسرت، لو الحته دي كده اتكسرت وانا بعمل روتيشن، لو قعدت مليار سنه مش هعرف اطلعها، لو قعدت وراها مليار سنه مش هعرف اطلعها. فيجي يقول لك مين السن اللي كونترا انديكيتد، يعني استحاله تلف وانت بتخلعه او استحاله تعمل فيه روتيشن وانت بتخلعه، هو الابر لاترال. خدوا بالكم يا جماعه من قصص الربط دي او قصص تربيط الحاجات المعلومات مع بعض، عشان هم بيعتمدوا كتير جدا على النقطه دي، ان انتوا تفضلوا توصلوا حاجه بحاجه او تقربوا حاجه من حاجه او تخلوا المعلومات قريبه من بعض او المعلومات تكون قريبه من بعض بصوره كبيره. طيب البرفوريشن بقى، البرفوريشن بقفله على طول ولا بستنى عليه؟ البرفوريشن بقفله على طول او بستنى عليه؟ اقفل على طول. بيتقفل، بس خدوا بالكم بقى يا جماعه من النقطه دي عشان فيها تركه كده معينه، هو بيتقفل على طول، لكن في فرق بين ان هو يتقفل بحاجه مؤقته وفي فرق ان هو يتقفل
بحاجه نهائيه. يعني لو انا عملت مثلا بيرفوريشن في منطقه بعيده عن فتحه القنوات، عملت بيرفوريشن هنا مثلا، لا خلاص ده هيتقفل نهائي على طول. لكن عملت بيرفوريشن في منطقه البايفوركيشن، لو انا حطيت ام تي اي او حطيت حاجه وانا لسه ما خلصتش تنظيف للقنوات، ممكن تقوم سدالي القنوات وتبوظ لي الشغل بتاعي. فبيقفلوها بماده الاول، عارفين اللي هي الماده اللي هي زي الشكرتون كده اللي بتتلف حوالين الحنفيات دي، اللي هي التفلون، اسمها التفلون، ماده زي البلاستيك كده، عامله زي البلاستيك كده، عامله زي شبه البلاستيك كده او شبه بيستخدموها ساعات مع الرابر دام، بيعزلوا بيها السلك ساعات مع الرابر دام، اسمها التفلون. الماده دي بيقوموا مكورينها كده وحاطينها لغايه ما يخلصوا نظافه ويعملوا تنظيف ويعملوا كليننج وشيبنج وخلاص، اتاكد ان كله تمام، بعد كده يقفل. فكده كده احنا هنقفل السن على طول، لكن هنقفل السن مؤقت ولا نهائي على حسب قربه او بعده من القنوات او الفتحات بتاعت القنوات او الفتحات بتاعت القنوات. لو قريب هقفل مؤقت، لو بعيد ومش هيتداخل معايا مع القنوات او هيقفل القنوات، او لو قفلت نهائي هيسدني القنوات، يبقى هقفله مؤقت وبعد كده ابقى اقفله نهائي. لكن في ده او في ده قلنا بيتقفل ايه؟ بيتقفل على طول، بيتقفل على طول، بيتقفل immediately. عشان ساعات بيجي في الاسئله اقول لك بتاخر ولا بعمل ولا بعمل، لا، البرفوريشن حصل برفوريشن بقفل immediately. طب اول خطوه لو انا عايز غلطت وحاسس ان في برفوريشن، اول خطوه ممكن اعملها ايه؟ كالزبيشن. تمام ماشي. لا، في النقطه دي في حاجه قبل تلزبيشن، يعني في النقطه دي بالذات هو المفروض اي غلطه اعملها اول حاجه ابلغ المريض. في النقطه دي بالذات في حاجه قبل ما ابلغ المريض، اول حاجه تتعمل اكسري. ما يمكن اصلا ده مش بيرفوريشن، انا ايش ضمني؟ ما يمكن مثلا دي لاترال كانال مثلا، يعني دي لاترال كانال، او يمكن مثلا انا عملت اوفر انسترومنتيشن، او يمكن مش عارف كذا، او يمكن كذا، او يمكن كذا، او يمكن ايه اللي يخليني اشوف بقى انا رايح فين او اشوف انا بعمل ايه؟ اول لما احس او اشك او اعمل اول خطوه، اتاكدت بقى ان هي بيرفوريشن، خلاص لازم ابلغ المريض. اتاكدت ان هي بيرفوريشن لازم ابلغ المريض. لكن اول خطوه او اول حاجه انا شكيت، في شك، في شك او في حاجه جت فكره، حسيت ان ممكن دي تكون بيرفوريشن، على طول اكس راي اول حاجه اعملها عشان اشوف انا ماشي صح ولا غلط، ولا عملت ولا ما عملتش، ولا وصلت ولا ما وصلتش. اول حاجه اكس راي. بعد الاكس راي خلاص اتاكدت بقى، وخلاص لازم نبلغ المريض، لازم نبلغ المريض. طيب انا قلت لكم يا جماعه الفرق ما بين الدكتور الشاطر والدكتور اللي اي كلام. الدكتور الشاطر بيحاول دايما يوصل يعالج السبب مش يعالج العرض. الدكتور الشاطر يعالج السبب مش يعالج العرض. السؤال ده هيتحل بنفس الطريقه دي او الفكره دي اللي انا بقول لكم عليها. بيقول لك وانت بتعمل بلبوتومي، يعني انت بتعمل البلبوتومي، يعني ايه البلبوتومي؟ قلنا بنشيل العصب بتاع الكراون، بنشيل العصب اللي هو هنا في الكراون، لقيت الدم عمال نزيف عنيف جدا شديد جدا ومش راضي يقف، قعدت تحط له حاجات توقف النزيف مش راضي يقف. فبيقول لك ايه المفروض الخطوه الجايه؟ السؤال ده بيجي نصا في الامتحان كده، بيجي بالنص كده في الامتحان، ان انت مفروض بتعمل بلبوتومي، يعني بتشيل العصب بتاع الكراون والدم مش عايز يوقف، عمال يجيب دم، عمال يجيب دم، عمال. خلوا بالكم، انا عايز اعالج السبب مش العرض، انا عايز اعالج السبب نفسه مش العرض اللي حصل قصاده. دي اهم نقطه، او دي اكتر نقطه مهمه، انا بعالج سبب مش بعالج عرض. يبقى المفروض نعمل ايه؟ هل نوقف النزيف بهيموستاتيك، ولا نوقف النزيف بفورمك ريزول، ولا نعمل ايريجيشن ونحط كالسيوم هيدروكسيد، ولا نعمل امبيوتيشن في ايبيكال، ولا نوقف العمليه كلها واحط له حشوه مؤقته وابقى اجيبه بقى بعد كده، او ابقى اجيبه بعد كده. اما احنا في العياده بنعمل اللي هي رقم الفورم جريزون دي، واتوقع انها غلط طبعا. اظن اول واحده يا جماعه، احنا بنعالج سبب، احنا بنعالج سبب مش ما زي كده يا جماعه. الفكره، في فكره كده مشهوره في عيادات الاسنان كلها، يقول لك اي حد عنده ابسس يقول لك اديله مضاد وجيبه بعد ثلاث ايام. دي اخطر حاجه بتتعمل في العالم كله،
ودي ما بتتعملش غير في منطقتنا احنا العربيه، ما فيش حاجه اسمها كده. يعني في الحاجات الحديثه بقى في قيود عنيفه جدا على استخدام المضادات الحيويه، في قيود شديده جدا، لان بقى في بقى طلع بعض البكتيريا بتقاوم كل المضادات الحيويه، مفيش اي مضاد حيوي بيأثر فيها، فبقى في قيود عنيفه جدا على استخدام المضاد الحيوي. المريض عنده اكيوت ابسس ما ظهرش عنده الحاجات اللي هي السيستميك مانيفستيشن اللي هم الثلاث حاجات الفيفر والماليز والسيرفايكال لمفاتيلوبسي، يقول لك ما تديش مضاد حيوي، ده مش محتاج مضاد حيوي، حرارته ما ارتفعتش، ما حصلش التهاب عنده في ما حصلش تكسير في جسمه اللي هو الماليز، ولا في اي احتياج لمضاد حيوي، ما تحملش على جسمه زياده وتضغط على جسمه زياده بالمضاد الحيوي. فكده انت بتعالج العرض مش بتع... لو انت اديت مضاد حيوي انت كده بتعالج العرض مش بتعالج السبب، لكن لو فتحت انسيجن وخرجت الصديد والصديد خرج والبكتيريا خرجت يبقى انت كده عالجت السبب، يبقى ده كده دكتور كويس وده كده دكتور. هنا برضو العصب بينزل، انا مش عايز اعالج العرض اللي هو نزيف الدم، انا عايز اعالج هنا هنسوي امبيوتيشن. الله ينور. يبقى نحول، هو هنا بس اللخبطه ان هو جايب لكم الكلمه بس بمصطلح غريب، هي المقصود بالجمله رقم اربعه دي بالبيكتوم، ان احنا نعمل امبيوتيشن يعني بدل ات مور ايبيكال كده، يعني بدل ما اشيل الحته اللي فوق بتاعه العصب لا انا هنزل واشيل العصب كله. ليه؟ لان معنى ان العصب عمال يصب دم ويجيب دم شديد معناه كده ان هو ملتهب التهاب عجيب جدا، خلاص العصب التهب، العصب ما بيتصلحش، العصب التهب، العصب ما بيتصلحش، يبقى مفروض نشيل العصب كله، بدل ما بعمل بلبوتومي لا ما ينفعش، يبقى دي لازم تتحول عشان اقول انا نجحت واقول انا دكتور كويس، لازم احولها من بلبوتومي الى بلبكتومي، لازم احولها من لكن لو انا حطيت فورم كريزول مثلا هحطه هيوقف الدم دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي، هاجي مجرد بس ما وانا بشيل القطنه الجلسه اللي بعديها بعد اربع ايام ولا بعد خمس ايام هيصب دم تاني، ايه اللي انا استفدته كده؟ ولا حاجه، ولا اي حاجه، جاب دم تاني وهيبوظ لي الريستوريشن اللي انا حطيتها وهيعمل لي كده، والمريض هيرجع لي بفيلير وهيرجع لي بالم وهيرجع ممكن يرجع لي بابسس ويرجع لي بخراج ويرجع لي بكذا، ايه اللي انا استفدته كده؟ فدايما دايما اي تريتمنت تساله عليها اسال نفسك ايه السبب، وانا عايز اعالج السبب مش عايز اعالج العرض اللي بيظهر قصادي، لا انا عايز اعالج السبب الرئيسي بتاع المشكله او السبب الاساسي بتاع المشكله. خدوا بالكم النقطه دي مهمه جدا. دكتور مش احنا لما بنعمل السنه في الفيديو مثلا لو طلع بلاد يبقى بالبوتومي، ما طلعش بلاد يبقى بالبكتومي؟ لا بصي انت لخبطتي، ما طلعش بلاد يعني انا لخبطت لا ثواني، بالبيتومي يطلع بلاد بس أيوة. لازم لما تيجي تحطي عليه السلاين هو هنا بيقول لك مش راضي يقف، لو ما وقفش يبقى ده كده ايريفرسبل بالبايتس، يبقى ده ما ينفعوش بالبوتومي، الايريفرسبل بالبايتس بالبيكتومي. يعني انت عندك ثلاث حاجات، لو عندك المريض جال الطفل جالك وقال لك السنه بتوجعني وجع مش شديد وجع خفيف، يبقى ده كده ممكن يتعمل بالبوتومي، لكن جه قال لك السنه بتصحيني من النوم بقى له ثلاث اربع ايام مش بينيمني هيموتني، يبقى ده مع انه فايتال بالب بس ده ايريفرسبل بالبايتس، الايريفرسبل بالبايتس ما ينفعش نعمل لها بالبوتومي، ده لازم نشيل العصب كله، هنعمل لها بالبكتومي، لكن اللي انت بتقوليها الثانيه ما جابش بلاد خالص نكروتك، والنكروتك برضه لازم بالبكتومي، يبقى البالبكتومي يتعمل يا اما لو العصب ملتهب التهاب شديد يا اما العصب مات اصلا لازم يتشال، العصب بقى نكروتك لازم يتشال. احنا بالعياده بيخلونا نحط فورمكريزون يا دكتور. هو مفروض كارسينوجينيك، لو انت في بلد اوروبيه ولا كده فيها جريمه دي المفروض ما بيستخدمش، بتحط حاجه مكانها اسمها الفيريك سلفيت. الفورمكريزون دلوقتي في ابحاث بتقول ان هو ماده مسرطنه، في ابحاث بتقول ان هو ماده مسرطنه، ماده كارسينوجينيك يعني ممكن مسببه للسرطان، فما بقى في خيوط عنيفه اصلا حتى بيخبوه بيعملوه حاجات كده، فالمفروض البديل بتاعه او الحاجه البديل بتاعته حاجه اسمها الفيريك سلفيت، هي بتوقف الدم المفروض. تمام. طيب بنعمل البلبوتومي امتى بقى، او ايه الحاله اللي احنا المفروض نعمل فيها بلبوتومي، او امتى بعمل بلبوتومي، او امتى ببقى مضطر ان اعمل بلبوتومي، بعمل بلبوتومي امتى؟ لو في اسنان لبنيه طبعا زي ما قلنا كده الاسنان اللبنيه، بس خدوا بالكم بقى من النقطه دي يا جماعه، لازم الراديكولار بلب يكون ايه عشان اعمل بلبوتومي؟ يكون لسه طبيعي، يكون العصب اللي في الجدر ما اتصابش اي حاجه، ما فيهوش اي اصابه، يعني باختصار يكون المريض ريفرسيبل مش ايرفرسيبل بلبايتس. او لو السنه الانديفلوبد روت اللي احنا قلنا عليها حصل لها تروما وهنعمل لها بالبوتومي مع ابيكسوجينيسيس اللي هي اللي كانت
لسه جدرها ما اكتملش، او ممكن بديل عن الاكستراكشن بتتعمل كتير جدا، يجي لك مثلا ضرس عقل مثلا يعني وقريب من الانفيريور الفولار كانال والمريض بيموت منه من الالم، والمفروض حشو الاعصاب الكامل مثلا في ضرس العقل صعب جدا، عمليه رخمه جدا، فبيعملوا له ايه عشان يريحوه او يخلوه يرتاح؟ يعملوا له بلبطومي فيه ويقول له لغايه ما السن يبقى يبوظ خالص ويبعد ونبقى نشيله. او كحاجه ايمرجنسي، جالك مريض في نهايه دوامك، انت دوامك بيخلص الساعه 10، جالك مريض دخلك العياده الساعه 10 ل 5 او 10 لدقيقتين ومفروض هيموت من الالم. مريض برضو نقطه مهمه جدا عشان هنبقى نركز عليها في الاخلاقيات بعد كده، مريض الايمرجنسي ده ما بيروحش تحت اي بند من البنود. مريض الطوارئ ما ينفعش يروح تحت اي بند من البنود. مريض الطوارئ ده تستلمه نفتح له في اي وقت، بعد دوامك، في نص دوامك، في اخر دوامك، في نهايه دوامك، وانت مروح، جابك من على الباب، جابك من البيت، من اي حاجه. مريض الامرجنسي ما بيروحش. مريض الامرجنسي اللي هو الريفرسبل بالباي، فعلى الاقل خالص اعمل له ايه؟ اشيل له بس العصب اللي فوق ده، اريحه. مش هعمل بقى كليننج وشيبنج جامنج واستخدم الفيلاق، لا لا، على الاقل خالص نريحه من قصه الالم ده، فنعمل له بلبوتومي. فدي الحالات اللي بنعمل فيها البلبوتومي او بنعمل فيها نزع للبلب بتاع الكراون. تمام. طيب الجزئيه دي برضو مهمه جدا يا جماعه، برضو لازم بيجيبوها في الامتحان، اللي هي الدايركت بلب كابنج والاندايركت بلب كابنج، لازم تيجي في الامتحان، لازم يجيبوا عليها اسئله في الامتحان، لازم يجيبوها اسئله في الامتحان. فيقول لك ايه الحاجات اللي ممكن تنجح عمليه الدايركت بلب كابنج، ايه الحاجات اللي ممكن تنجح عمليه الدايركت بلب كابنج. هل لو العصب اتفتح غصب عني يعني بسبب البير، ولا العصب اتفتح بسبب التسوس؟ مين اللي ينجح فيه الدايركت بلب كابنج، التروماتيك ولا الكيريز؟ تروماتيك اللي هو الاكسيدنتال، اللي هو فتح بالبير غصب عني، لكن الكيريز لا. طيب لو المريض صغير في العمر احسن ولا المريض متوسط في العمر احسن، مين اللي الالتئام بتاعه او الدايركت بلب كابنج صغير؟ صغير، لان كل ما البني ادم بيبقى صغير ليه حاجه اسمها هيلينج او كاباسيتي اوف هيلينج، يعني ليه قدره على عمليه الالتئام او العمليه بتاعه الالتئام، الخلايا بتبقى لسه بصحتها كده، لكن كل ما البني ادم يكبر خلايا بتشيخ فبتبقى قدرتها على الالتئام اقل. ركزوا بقى معايا يا جماعه كده في نقطه الدايركت بلب كابنج دي عشان مهمه وفيها تركات معينه بيستخدموها في الامتحان. معنى ايه الدايركت بلب كابنج؟ يعني وانا شغال قمت فاتح حته كده من العصب فظهر نقط دم، بس لازم يكون متوافر عندي 5 شروط عشان اقدر اقول هعمل دايركت بلب كابنج. ركزوا في النقطه دي عشان اي شرط من 5 دول بيختل، وساعات بيحطوا لكم شرط في النص كده هقول لكم عليه، اي شرط من 5 دول يختل يبقى كده ما ينفعش نعمل دايركت بلب كابنج، كده لازم نشيل العصب ساعتها. ايه ال5 شروط بقى؟ ان الفتحه دي تكون اقل من نص مللي، الدم وقف بسرعه ما فضلش يجيب دم كتير، السنه كانت اسيمتوماتيك ما فيهاش فيها الم، المريض كان صغير في العمر، الفتحه اتفتحت بسبب البير مش بسبب الكيرس. اخر حاجه بقى اللي بيجيبوها على جنب ان لازم اكون متاكد ان السنه ايزوليتد، لازم اكون متأكد. ليه؟ لان اي فرصه في بكتيريا دخلت هنا جوه العصب من الفتحه دي خلاص ده كده روت كانال تريت، البكتيريا دخلت جوه العصب ده خلاص روت كانال تريت، فبيحطوها النقطه دي كده على جنب. يعني مثلا ممكن يجي يقول لك مثلا مريض مثلا عنده اوبستراكتيف مثلا بالمونري اديما، مثلا اوبستراكتيف بالمونري اديما، تمام، ويقول لك كل الشروط موجوده، جيت فتحت الفتحه صغيره، دم وقف بسهوله، المريض صغير في العمر، الفتحه اتفتحت مني غصب عني مش بسبب التسوس، السن اسيمتوماتيك، ده اعمل له دايركت بلب كامنج ولا اعمل له روب كانال تريتمنت؟ يعني فيها ال5 شروط موجودين اهو. خدوا بالكم بقى يا جماعه من النقط بقى بتاعه الميديكال كومبرومايزد عشان بيجيبوها كتير. ممكن يا دكتور ال5 شروط تاني معلش؟ ال5 شروط ان الفتحه تكون اقل من نص مللي، صغيره يعني مش كبيره، الدم يكون بيقف بسهوله يعني ما ينفعش ده يفضل يصب لك دم يعمل لك دم يجيب لك دم، المريض يكون صغير في العمر ما يكونش كبير، الفتحه تكون اتفتحت غصب عني تروما مش بسبب التسوس، ايه السنه تكون اسيمتوماتيك ما فيهاش الم، لازم ال5 شروط تكون متوفرين. فجاب لك قال لك مريض هو ليه قال لنا مثلا ان مريض اوبستراكتيف بالمونري ديزيز او عنده ازمه؟ ليه قال لنا ان المريض اوبستراكتيف بالمونري ديزيز او عنده ازمه؟ ليه قال لنا؟ اكيد مش قايلها كده يعني. ليه قايل لنا الرابر دان؟ عشان ما نستخدم الرابر دان كونترا انديكيتد. ايوه
ماشي، هو ذاكر النقطه دي عشان مش عايز يقول بصوره مباشره ان انا ما ينفعش استخدم للمريض رابر دام، فجاب النقطه كده بس بصوره عكسيه، فمفروض نو رابر دام نو دايركت بالب كابنج، نو رابر دام نو دايركت بالب كابنج، لان مفيش رابر دام يعني البكتيريا دخلت جوه العصب، البكتيريا دخلت جوه العصب يعني مش هيقدر ينمو العصب تاني، او مش هيقدر يقفل الحته دي، او مش هيقدر يعمل قفل الحته دي. خدوا بالكم يا جماعه من الامراض لان هو دايما زي ما بقول لكم بيدخل الامراض وبيدخل قصه الباثولوجي دي في قصص، هيدخلها زي ما احنا بنقول دلوقتي في الاندو، هيدخلها في البريو، هيدخلها في البروسو، هيدخلها في كل حاجه. خدوا بالكم لما يجي يقول لكم مرض هو اكيد مليون في المية قصد بيه حاجه، مش هيقول مرض كده وخلاص، يجي يقول لك مريض ازمه ومش شرط يقول لك ان مفيش رابر دام، لكن هو عايز يختبرك يشوف ان انت عارف ان مريض الازمه هنستخدم له رابر دام ولا مش هنستخدم له رابر دام. خدوا بالكم النقط دي، الدايركت بالب كابنج مهمه جدا وبيجي عليها اسئله كتير. طب دي الدايركت بالب كابنج، ايه بقى الاندايركت بالب كابنج؟ ان احنا قربنا من العصب لكن ما فتحناهوش، فنحط ماده هنا تكون تعمل حاجه اسمها دينتين بريدج او يعني كوبري الدينتين، ونكون عليها بعد كده ريستوريشن. فلو فتحت العصب اتفتح فتحه فعلا يبقى دي دايركت بالب كابنج، العصب ما اتفتحش وقربت منه يبقى دي indirect bulb capping، يبقى دي indirect bulb capping، يبقى دي indirect bulb capping. طيب بيجي اسئله في الامتحان يقول لك مين الماده اللي احنا نحطها احسن، الكالسيوم هيدروكسيد ولا الام تي اي؟ بيجي كتير جدا في السؤال في الاسئله انهي الام تي اي. كنظريا كنظريا وكتب ومراجع الام تي اي هي الافضل، لكن كشغل في ارض الواقع طبعا ما فيش حد بيعرف يستخدم الام تي اي، ولانها غاليه جدا كمان، اغلى من تقريبا من جرام الذهب يعني، فغاليه جدا، فكله بيستخدم الكالسيوم هيدروكسيد. فكعمليا الكالسيوم، لكن ككلام كتب او كلام مراجع او كلام الامتحان اللي هم عايزينه الام تي اي هي الافضل، الام تي اي هي الافضل. طيب بيقول لك in which of the following scenario should be considered solvent using solvent softening custom code. السولفنت سوفتن اللي هي الجتا برشا السائله، فانهي حاله من الحالات دي هنستخدم الجتا برشا السائله اللي هي عامله زي الميه يعني باختصار؟ فيهم كلهم. ايه بقى الفكره؟ انا هي الفكره كلها ان انا عندي الجزء بتاع الايبيكال ده هقدر احط فيه حاجه عامله زي المخروط كده اللي هي الجتا برشا اللي عامله زي العود، يبقى خلاص تمام. لكن الجزء ده مثلا مايل كده او فيه كيرفتشر كده، هل هعرف احط فيه الجتا برشا اللي هي زي العود كده؟ لا، يبقى نستخدم ايه؟ السائله اللي تقدر تمشي. فلو عندي فيه كيرفتشر مش هينفع احط. لو عملت ايبكسفيكيشن، احنا قلنا الايبكسفيكيشن بيبقى الجدر مقفول بالعرض كده، يبقى برضو مش هينفع نحط اللي زي العود، هنضطر ان احنا نحط السائله عشان تملى المكان ده. لو المكان اللي تحت كبير ولارج وضخم كده، يبقى برضو عشان نملاه هنحط الجاتا برشا اللي هي السائله. لو مفيش ايبيكال ستوب، فكل لما اجي احط الجاتا برشا تنزل وتتجاوز، فاحط السائل وخليه ينشف على المستوى اللي انا عايزه فاعمله السائل. يبقى لو في اي حاجه مش هعرف احط اللي زي العود او شبه العود، يبقى نضطر ان احنا نحط اللي هو زي السائل او اللي هو السولفنت سوفتن، اللي هو باختصار الجتا برشا السائله يعني، او اللي هي السائله. طيب في كده يعني هيستخدم في كل الحالات ديت يا دكتور؟ يعني كله صح؟ طيب في حاجات كده يا جماعه تقش. اربع تعريفات هنا هقول لكم عليهم بيجوا كتير جدا في الاسئله. في حاجه عندنا اسمها الماستر ايبيكال فايل. ايه هو الماستر ايبيكال فايل؟ لو فيكم حد يعني كان اشتغل بالمانيوال قبل كده بالفايلات المانيوال، احنا بننظف ازاي او بنقسم التنظيف ازاي؟ احنا بنقسم التنظيف لجزئين، الكي فايل بتنظف الجزء اللي تحت ده، بتعمله راونديشن او بتعمل فيه راونديشن، وبعد كده الاتش فايل تنظف الجزء اللي فوق وتعمله مخروطي كده. فالمانيوال فايل بتتقسم لحاجتين، بتتقسم للجزء اللي تحت اللي هو التحضيره بتاعه الايبيكال اللي هي بتبقى الكي فايل، والجزء اللي هو فوق المخروطي اللي هي الاتش فايل. فبشتغل ازاي؟ جيت اخترت مثلا الانيشال فايل، اخترته 15، لقيت الانيشال فايل بيتجاوز الايبكس، يبقى مش هو ده الماستر ايبيكال فايل. حطيت 20 لقيته بيتجاوز الايبكس، يبقى مش هو ده الماستر ايبيكال فايل. قعدت امشي 20 25 30 لغايه اما لقيت 30 بيوصل عند التول بتاع الوركينج لينس وبيقف، مهما دوس عليه ما بينزلش، يبقى ده يتسمى ايه ساعتها؟ ماستر ايبيكال فايل. يبقى مين هو الماستر ايبيكال فايل؟ هو اول فايل هيوصل
للوركينج لينث ومش هيتجاوز الوركينج لينث، مش هيعدي الوركينج لينث. يعني مثلا عندي الوركينج لينث 21، اول فايل هيوصل ل21 ومهما دوس عليه كده باصبعي ما يزيدش عن 21، يبقى هو ده الماستر ايبيكال فايل. يبقى هو ده الماستر ايبيكال فايل. يبقى اول تعريف عندنا الماستر ايبيكال فايل هو مين؟ هو الفيرست فايل ريتشنج وركينج لينث اند نوت اكسيد ذا وركينج لينث. اول فايل هيوصل للوركينج لينث ومش هيتجاوز او مش هيعدي او مش هيخترق الوركينج لينث. يبقى دي اول تعريف عندنا. طيب تاني تعريف عندنا هو ايه؟ لما اجي اشد الجتا برشه كده واحاول اطلعها الاقي فيه اكنها حاجه ماسكاها من تحت او حاجه بتشدها من تحت، العمليه دي بتتسمى ايه؟ تسمى التاج باك. فلما يجي يقول لك الريزيستنس للريموفال للجتا برشه بيتسمى ايه او بيطلق عليه ايه؟ الريزيستنس للريموفال بتاع الجتا برشه بيتسمى التاج باك. يبقى تاني تعريف عندنا هو مين؟ التاج باك او الريزيستنس للريموفال. يبقى اول تعريف الماستر ايبيكال فايل، تاني تعريف التاج باك. طيب لو برضو زي ما انا بقول لكم كده التنظيف بتاع المانيوال، احنا وصلنا اهو 10 15 20 25 30، وصلت مثلا ماستر ايبيكال فايل 30، فالمفروض ان انا استخدم بعديه 35. ما ينفعش بقى استخدم بعد الماستر ايبيكال فايل على طول 30 35، لا. ليه؟ لان لو استخدمت بعديه 30 35 هتتجمع الدبرس في المنطقه اللي تحت دي، فبيعملوا ايه؟ يستخدموا 30 ويرجعوا يستخدموا الفايل الصغير خالص اللي هو كان فايل 15، وبعد كده يرجعوا يستخدموا ال 35. يسموها ايه العمليه دي؟ بيقولوا عليها او بيسموها الريكابتيوليشن. بيسموها الريكابتيوليشن. يبقى لما نستخدم تو لارج فايل بتوين سمول فايل، يعني نستخدم فايلين كبار بينهم فايل صغير، العمليه دي اسمها ايه او بيطلقوا عليها ايه؟ بيسموها الريكابتيوليشن. يبقى ثالث تعريف. دي كان اسمها دكتور برضو ستيب باك، ستيب باك تكنيك. لا العمليه نفسها كلها اسمها ستيب باك. العمليه كلها احنا عندنا في طريقتين للاندو. انا كنت ماشي في طريقتين نشتغل بيهم في الاندو، يا اما المانيوال ان احنا نحضر الايبيكال الاول وبعد كده نطلع لفوق فيسموها ستيب باك، وفي طريقه بتاعه الروتري ان احنا بنقوم مستخدمين الجيتس جليد نوسع المنطقه اللي فوق وبعد كده ننزل لتحت فيسموها كراون داون. فالروتري بتشتغل من فوق لتحت او من الكبير للصغير، لكن المانيوال بتشتغل من الصغير للكبير. يعني استخدم فايلات 10 15 20 25 30 35، لكن الروتري استخدم الجيتس اوسع اللي فوق وبعد كده انزل لتحت، بيسموها كراون داون. طيب يبقى كده في تعريف الريكابتيوليشن ان احنا نستخدم ما بين كل فايل كبير وكبير فايل صغير. الفايل الصغير بقى ليه اسم برضو، ده تعريف الرابع. ايه الفايل اسمه ايه الفايل الصغير اللي بنستخدمه ما بين كل فايلين كبار؟ initial file. بس ليه اسم بقى مخصوص بيه هو؟ بوتنسي. ده بوتنسي، بوتنسي فايل اسمه. كلمه بوتنسي يعني يحافظ على او يسمح بيه او يحافظ على، يخلي القناه ما تتسدش ما تتقفلش بالدبرس، فيسموه ايه او يقولوا عليه ايه او يقولوا او يسموه ايه؟ يسموه البوتنسي فايل. يقولوا عليه البوتنسي فايل او يسموه البوتنسي فايل. الاربع تعريفات دول مهمين جدا وبيجوا في الاسئله كتير جدا. دكتور معلش، دكتور معلش لو سمحت، الريكابتيوليشن بس كده؟ الريكابتيوليشن احنا قلنا وصلنا حضرنا الجزء بتاع الايبيكال ده، استخدمت فايل 15 20 25 30، وصلت ل 30 ان هو الماستر ايبيكال فايل، فالمفروض ان انا هبتدي احضر الجوانب، فبنقل 1 مللي ونكبر السايز بتاع الفايل. فمفروض ان انا هقل 1 مللي، يعني هستخدم مثلا فايل 35 الوركينج لينث لو كان 1 على 20 على 21 يبقى هستخدم 20، هستخدم ال 35 على 20. ما ينفعش انقل من فايل 30 لل 35 على طول، لانه هيقوم مجمع الدبرز اللي انا هشيلها من الجوانب بتاعه السطح هيجمعها تحت ويقفل لي الوركينج لينث او يعمل لي ليدج او يعمل لي اي مشكله. فيعملوا ايه؟ ما بين ال 30 وال 35 يرجعوا يسلكوا القناه تاني او يعملوا لها تسليك بفايل صغير اللي هو البيتنسي فايل، فيستخدم ما بين كل فايلين كبار فايل صغير، فيقولوا عليها ايه او يسموها ايه العمليه دي؟ الريكابتيوليشن، او يقولوا عليها الريكابتيوليشن. تمام دكتور،
حضرتك تقصد يعني لما بنيجي بنشتغل بالجي مثلا الفايل كي لان 35 مثلا بعدين بنستخدم الاتش مثلا 40 بس بنزل 2 ملي من اول فايل بعدين ملي 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 هو ده القصد اول فايل اتش 2 ملي 1 ملي بعد كل بعد يعني يعني انت كان الوركينج لينث وصلت فايل 30 مثلا هنفترض ده الماستر ايبيكال فايل بتاعك 30 وكان الطول اللينث بتاعك مثلا 21 بتيجي تستخدمي 35 تستخدميه على 20 ملي تقللي ملي وتزودي رقم تقللي ملي وتزودي رقم تقللي ملي وتزودي رقم بس انا اوكي انا تقلي لا من اول تمام بس انت قال لي ان اول فايل يعني اتش بيقل 2 ملي بعدين 1 1 ملي لا لا يعني 1 1 لا لا 1 1 1 1 1 لغايه الاخر يعني من اول واحد تمام الاربع تعريفات دول يا جماعه مهمين جدا الاربع تعريفات دول مهمين جدا وبيجوا في الاسئله كتير طيب هنا بيقول لك during master كون فيتك ماستر كون لما اوصل الماستر كون بتاعه الجتا باشا المعنى بتاعها يعني المفروض ان انا خلصت كلين وشيرك لما اوصل لمرحله الماستر كون جتا باشا المفروض ان انا كده خلصت التنظيم بيقول لك ان المريض صرخ وصوت صرخه نفس خلوا بالكم المصطلح بتاع الصرخه بتاعته بيقول لك نفس الالم اللي كان موجود قبل خلوا بالكم نفس الالم اللي كان موجود قبل المصطلح ده مهم جدا يقول لك وانت بتحط الماستر كون قام المريض صوت بالم نفس وبيقول لك ده نفس الالم اللي كان بيجي لي قبل كده دي المفتاح بتاع حل السؤال نفس الالم اللي كان بيجي لي قبل كده فهيقول لك هتعمل ايه خدوا بالكم احنا قلنا المفروض بنعالج السبب مش العرض بنعالج السبب مش العرض فالمفروض نعمل ايه هل نديله انستيزيا ونكمل شغل ولا نكمل اوبتوريشن واقول له ده عادي عادي الطبيعي الشعور اللي انت حاسه ده ولا ادور على قنوات زياده ونضفها تاني ولا اعمل اريجيشن ولا احط له تمبري واقول له تعالى لي في جلسه جايه اقفل لك السن اكيد في اكسسوري جناح ادور على اكسسوري خلوا بالكم شوفوا مصدر الالم بيقول لك ايه بيقول لك ان الالم شبه الالم اللي كان بيجي لي قبل كده معنى ان بيقول لك ان الالم شبه الالم اللي كان بيجي لي قبل كده يعني ايه يعني لسه في ريمننت بالبلط يعني لسه في بوائم العصب موجوده جوه يبقى بوائم العصب المفروض اعمل لها ايه هل ادي له بنج واقوم امشي الموضوع واعمل اوبتوريشن وخلاص لا يبقى انا كده عالجت العرض انا ما عالجتش السبب لا في بوائم العصب يبقى لازم ادور عليها واعمل تنظيف تاني واعيد التنظيف تاني من اول وجديد عشان انظف واعمل تنظيف واقدر اقفل بصوره مظبوطه واقدر اقفل بصوره كويسه. طيب في كده معلومه مهمه كده بيقولوها اللي فيكم اشتغل اندو يعني او شاف صور كتير اكس راي بتاع اندو ساعات بيلاقوا كده مثلا سن قليل 4 5 مللي مثلا يقول لك السن ده المريض يقول لك والله عايش بقاله 20 سنه ولا عمل لي اي مشكله ممكن تلاقي سن تاني بيرفكت على الاشعه بيرفكت ممتاز بالطول مظبوط وعامل اوكسيلري كانال وكله مظبوط ويقول لك ده مبهدلني من ساعه ما عملته السن ده عمل لي خراج 50 مره وبهدلني ايه الفرق ما بين ده وما بين ده مع ان ده مفروض باين على اكسسوري كانال وده تنظيف فهيقول لك اهم من حشو العصب تنظيف العصب نفسه يعني يقول لك لو دكتور نظف كويس بس الحشو مش قد كده الحال يمشي ممكن يمشي لكن دكتور ما نظفش كويس وعمل حشو بيرفكت 100% لا مش هيمشي الحشو فيقول لك السبب الفيلير بتاع او سبب الفشل بتاع حشو العصب اكتر من حشو نفسه هو عمليه تنظيف العصب نظفت العصب كويس ولا نظفت كويس خلاص حتى لو الحشوه مش مظبوطه قوي لكن ما نظفتش كويس لا فالسبب الفيلير او السبب بتاع فشل الحشو اكتر منه الحشو نفسه هو عمليه التنظيف 60% من نجاح حشو الاعصاب بيروح للتنظيف 40% بيروح لحشو العصب نفسه 40% بيروح لحشو العصب نفسه طيب الإيريجيشن برضو دي جزئية مهمة وبتيجي في الأسئلة كتير طبعا موضوع الإيريجيشن مين بيقول لك كل الحاجات اللي موجودة دي بنستخدمها كإيريجيشن إكسبت في حاجة من الحاجات الأربعة دول مش إيريجيشن مين هي كالسيوم هيدروكسيد كالسيوم هيدروكسيد الكالسيوم هيدروكسيد بيسموه ايه او بيطلقوا عليه ايه بيسموه حاجه اسمها انترا كانال ميديكيشن علاج داخل قنوات العصب لكن لان المفروض الاريجيشن يعني يكون ماده ايه زي الميه
سائلة، هل الكالسيوم هيدروكسيد ده سائل؟ لا ده معجون، يبقى خلاص مش اريجيشن، يبقى كده مش اريجيشن. لكن اليوريا بيروكسيد اللي هي زي الجليسرين كانت بتستخدم زمان، الهيدروجين بيروكسيد طبعا بيستخدم كتير، الصوديوم هايبوكلورايت ده الماستر او الماستر سيم بتاع الـ بتاع الاريجيشن او اللي هو الكلور يعني. طيب الكلور تعرفوا النسب بتاعته، وبرضو النسب مهمة جدا، النسبة بتاعته في التنظيف بتكون كم؟ 5.25%، نسبته في التنظيف بتكون 25%. وخدوا بالكم كده من مصطلحين يا جماعة عشان بيجيبوهم، هتلاقي دايما بيجي يقول لك الحاجة دي بكتيريوسايدال والحاجة دي بكتيريوستاتيك. ايه الفرق بين ان يقول الحاجة دي بكتيريوسايدال وايه الفرق ان يقول الحاجة دي بكتيريوستاتيك؟ ايه الفرق ان هو يقول بكتيريوسايدال وايه الفرق؟ بكتيريوسايدال يعني بيقضي على البكتيريا، بكتيريوستاتيك بيمنع ضرر البكتيريا. لا لا، بكتيريوسايدال بيموت، لكن استاتيك بيوقف نموها لكن ما بيموتهاش. يعني مثلا لو عملنا مزرعة وحطينا مضاد حيوي والمضاد الحيوي ده كان قاتل، هاجي الاقي اللي كانوا موجودين 100 هلاقيهم بقوا 10، يبقى ده كده سايدال. لكن لو انا عملت مزرعه وحطيت عليها مضاد حيوي وهو كان بكتيريوستاتيك، هاجي تاني يوم ال100 هلاقيهم 100 زي ما هم ما زادوش ولا قلوا، ولا عرفوا يتكاثروا ولا موتوا، هو وقفهم عن النمو ما خلاهمش يتكاثروا، ما عملوش تكاثر، فيتقال عليه استاتيك يعني سكون، يعني وضع سكون او وضع سكون، هيسيبهم زي ما هو. فالكلور بيبقى طبعا قاتل عنيف للبكتيريا، عشان كده بيحبوا يستخدموه، اشهر حاجه بيحبوا يستخدموها اللي هو الكلور بتركيز 5.25%. طيب الهيدروجين بروكسايد، ركزوا بقى يا جماعه عشان عندنا في مجال طب الاسنان في حوالي 7 أو 8 تركيزات، في الانترنال بليتشنج، وفي الاكسترنال بليتشنج، وفي الهوم بليتشنج، وفي ماوس ووش، وفي الريجيشن. تركيز الهيدروجين بروكسايد 3% كتركيزه في الاريجيشن. الهيدروجين بروكسايد جابوا قبل كده سؤال في امتحان بيشتغل ازاي، ايه الطريقه بتاعت الشغل بتاعته، بيشتغل عارفين كده لو فيكم هو بيعمل فوران وبيتحد مع الاكسجين، عارفين الفوار اللي هو الكاتافاست ده لما تيجوا تحطوه في الكوبايه وهو عامل زي البركان كده طالع كده، طالع كده زي الفوران، هو برضو بيشتغل بنفس الطريقه دي، بيسموه ايه؟ ايفرفيزنت افكت. يعني ايه ايفرفيزنت افكت؟ يعني تاثير الفوران او البركان او الغليان، بياخد الدبرز ويقوم طالع بيها لفوق. فلو جه قال لك بيشتغل ازاي او طريقه شغل الهيدروجين بروكسيد ازاي؟ بطريقه الفوران او بيعمل الفوران. طيب في بقى حاجه كده، عارفين لما حد كده يا جماعه كده في ماده سائله كده، لما حد يقول لك ان ايده في حاجه كده بتيجي جروحات في الايد في الشتاء، فيقول لك ادهن عليها جليسرين، في ماده لزجه كده سمجه كده اللي هي ماده الجليسرين، هو ده اليوريا بيروكسايد. اليوريا بيروكسايد ده هو الجليسرين، هو الجليسرين، بس طبعا يعني مش مستخدم قوي يعني. طيب اقول لك خد دايما بالك ان مفيش مضاد حيوي، يعني هتلاقي مفيش اي دكتور بتاع اسنان بيشتغل بإيريجيشن واحد، دايما هتلاقي يقول لك ايه في دكتور بيشتغل بكلور مع هيدروجين بروكسايد، او مش عارف هيدروجين بروكسايد مع اديتا، او مش عارف كلور مع اديتا. لان مفيش إيريجيشن واحد بيقدر يلم لي كل الوظائف اللي انا عايزها، فبيقوموا مستخدمين حاجه ومعاها حاجه ثانيه، يستخدموا حاجه ومعاها حاجه ثانيه. طيب يو ار تريتنج ابريفيشلي روت كانال تريت تريت التوز، يعني انت بتعمل اعاده معالجه في سنه انت عملت فيها حشو اعصاب، فبيقول لك ايه الحاجات اللي موجوده دي اللي هنعرف نستخدمها او هنستخدمها. الروتري فايل هنستخدمه في اعاده المعالجه صح ولا لا؟ هنستخدمه ولا لا؟ ايوه يستخدم طبعا. طيب الكلوروفورم بيستخدم في اعاده المعالجه ولا لا؟ صح، ده اشهر حاجه تقريبا بتستخدم في عاده بيستعمل. الالتراسونيك بتستخدم ولا لا؟ الالتراسونيك فور السكيلينج لا، ما ليها استخدام ان احنا ممكن نشيل بيها بلب ستون، ممكن نشيل بيها حاجه، ممكن نشيل بيها الفتحه بتاعه القناه، فممكن نفتح بيها قناه زياده، وبرده بتستخدم. والهيتد انسترومنت ده كده صح، الهيتد انسترومنت برضه ان احنا نتكن اتش فايل ونمسك بيه الجتا باشا، ده برضه بيستخدم كتير جدا. لكن اللي ما بتستخدمش بتاعه الاستراليزيشن، ماليش علاقه بيها، دي طريقه الاستراليزيشن، فكده كله بيستخدم ما عدا الجلاس بيد استراليزر. طيب الكلوروفورم
ايه وظيفته او ايه شغلانته او ايه الوظيفه اللي بيعملها. هو بيعمل ديسوليوشن او تحلل او بيحلل او بيعمل ديسوليوشن في الجتا برشا، بيعمل ديسوليوشن او تحلل في الجتا برشا. طيب ايه الكيميكالز الثانيه اللي نعرف نستخدمها مع الكيس؟ وقال لك بكده في الامتحان، قال لك ايه البدائل اللي ممكن تستخدمها بديله للكلوروفورم؟ انت ما عندكش كلوروفورم في العياده، البدائل اللي عندك اللي ممكن تستخدمها كبديله للكلوروفورم؟ ممكن نستخدم الزيلول او الهالوسين او البنزين او الكربون دايسلفايد او الاسينشال اويل. الاسينشال اويل اللي هي زي ايه؟ اللي هي زي المضمضه، زي الاسترين، اللي هي زي المضمضه زي الاسترين، لان بيبقى فيها كحول او فيها كحول كده، فممكن تعمل تطور. فكان جاي سؤال في الامتحان وكانت دي من ضمن الخيارات، قال لك ما عندكش كلوروفورم في العياده وعايز تدوب الجتا برشا او تعمل ديسوليوشن في الجتا برشا، تعمل ايه؟ وكان من ضمن الاختيارات البدائل بتاعته الاسينشال اويل. ايوه يا دكتور، لو سمحت كان في سؤال برضو بيجي في الاسئله، اللي بنطلع الجتا برشا بايه؟ بنبتدي بايه؟ بالاتش فايل ولا الكلوروفورم ولا ايه؟ ولا نبدا اول حاجه ميكانيكال، نبدا جيتس، نبدا اول حاجه عشان بس نفتح المكان او نفتح المكان بتاعها، بنبدا ميكانيكال بعد كده كيميكال بعد كده ممكن هيت، نبدا ميكانيكال بعد كده كيميكال بعد كده ممكن هيت، لازم نمشي بالترتيب ده. لازم افتح حاجه ايه دكتور؟ ايه قلت لي ميكانيكال كيميكال وايه؟ هيت حراره. نبدأ لازم نبدأ الأول بالجيتس جليدن، تفتح لنا الحتة اللي فوق، الجزء اللي فوق الأول، تشيل الراس يعني بتاعت الجتا برشا من فوق، وبعد كده نقوم غازين الكلوروفورم أو حاطين الكلوروفورم، فتحنا مكان لينا نقوم حاطين الكلوروفورم ونطلع، لقيناه بيطلع تمام، ما بيطلعش قوم مستخدم أسيق أو أسخن الفايل أو أعمل تسخين للفايل، فبيبقى ميكانيكال كيميكال هيت أو ميكانيكال كيميكال فقط يعني. طيب الجتا برشا بيجي السؤال ده كتير في الامتحان، لو انا بعمل ريتريتمنت وفي حته من الجتا برشا عدت مني الايبكس اعمل ايه؟ بيجي السؤال ده كتير جدا. اعمل سيرجيكال؟ سيرجيكال؟ لا. الجتا برشا تقدر الخلايا اللي هي البلعوميه او بيسموها الخلايا البالعه اللي هي الفاجوسايت تقدر تاكلها. الحاجه الوحيده اللي لازم افتح سيرجري لو الفايل هو اللي تجاوز، خدوا بالكم يا جماعه من النقطه دي عشان بتيجي كتير في الاسئله، الحاجه الوحيده اللي لازم اعمل اعاده معالجه، لازم اعمل ايبيسكتومي او لازم اعمل المنطقه دي، ان الفايل، لان الفايل حديد، الخلايا البلعوميه دي او الفاجوسايت مش هتعرف تاكله، لكن لو قال لك سيلر خرج بره القناه اعمل فولو اب عادي، ما خافش، لو قال لك جتا برشا خرجت بره القناه برضه اعمل فولو اب عادي، بس قصدي خرجت يعني مش جتا برشا توصل لغايه زوره يعني. خرجت يعني 1 مللي، مش مثلا جت برشا كده ونقول مثلا نسيبها، لا يعني خرجت يعني حاجه بسيطه، او السيلر خرج نعمل فولو اب، لكن الفايل خرج لا خلاص، ده كده مش هيحصل الالتهاب، مش هيحصل هيلنج، استحاله يحصل هيلنج، فكده لازم نعمل سيرجري او لازم نعمل جراحه. التعقيم بتاع الجتا برشا بيكون ايه؟ ده برضه السؤال ده بيجي في الامتحان كتير، بعقم الجتا برشا بنفس تعقيم الاريجيشن 25% لمده دقيقه، جه قبل كده في امتحان قال لك 25 لمده نص دقيقه ولا 25 لمده 10 دقائق ولا مش عارف نص في الميه لمده دقيقه ولا نص في الميه لمده 10 دقائق، لازم تحفظوها كده. 25% دقيقه التعقيم بتاع الجتا برشا قبل ما نقطع. طيب بيقول لك which of the following statement، لو سمحت يا دكتور التركيز بتاع الصوديوم هايدروكسايد 5 و25% ولا نص في الميه؟ لا نص في الميه، ده بتاع التعقيم بتاع الامبريشن والحاجات دي، اللي هو التعقيم بتاع الحاجات اللي زي الالجينيت المقاسات يعني، فبنستخدمه مخفف خالص نص في الميه، لكن الريجيشن لازم يبقى زايد شويه التركيز بتاعه عشان هقتل فيه بكتيريا وكده، فلازم 5 و25. طيب بيقول لك which of the following statement regarding، زي ما قلت لكم لازم تحفظوا الاسماء بتاعت الحاجه، الايديتا اسمها ايه؟ السيلين ديامين تترا اسيتيك اسيد، الاختصار بتاع كلمه ايديتا
عشان جه في امتحان قبل كده قال لك الاختصار ده الايديتا ده اسمه ايه او اختصارا لايه؟ اسيلين ديامين تترا اسيتيك اسيد، اسيلين ديامين تترا اسيتيك اسيد اللي هي الايديتا، اللي هي الايديتا. فبيقول لك كل الحاجات دي صحيحه في الايديتا. فخلينا نشوفهم واحده واحده ونشوف صح ولا غلط. الايديتا بتعتبر كليتنج ايجنت. كليتنج يعني بتخربش السطح او بتشيل من السطح وبتشيل الجزء المينراليز اللي هو الان اورجانيك، يعني صح ولا غلط؟ ايوه صح. صحيح صح، دي صحيح. طيب بتشيل لغايه 50 مللي من الروت كانال وول، يعني من جدران، من الجدران بتاعه الجدر بتشيل لغايه 50 مللي. صح برضه صح. طيب بتستخدم كاريجيشن الايديت، استخدمها كاريجيشن صح. هي الايديت سائل ميه؟ ايوه صح. الايديت ميه؟ لا الايديت جيل. ما في ايديت ميه يا دكتور، هي في جل، هو في جل وفي ميه. انت عارفه لو انت استخدمتي الايديتا دي كاريجيشن تعمل ايه؟ ايه اللي تعمله؟ تاكل الجدران، يعني هتيجي تلاقي الجدر ده مش موجود. يعني هتيجي كده بعد مرتين ثلاثه هتلاقي الجدر ده مش موجود اصلا، اختفى. يعني هتلاقيه مش موجود، هتلاقيه اختفى، هتلاقيه طار حرفيا، يعني هتلاقيه مش موجود. لا طبعا ما تستخدمش كاريجيشن، ما ينفعش تستخدم كاريجيشن. وفي حاجه هنقول عليها في النقطه دي بعد كده، يبقى دي كده غلط، ما تستخدمش كاريجيشن. طيب التركيز بتاعها 17%، دي صحيحه. التركيز بتاعها بيكون 17%. ايوه صح، ايوه صح. تمام. طيب من التحضيرات بتاعتها حاجه اسمها ار سي بريب وايديتا سي، دي برضه هنقولها، هي دي صح هنقولها. طيب نعرف نستخدمها في المكان اللي موجود فيه الكلور؟ لا، الكلور بيعمل لها ان اكتيفيشن. عشان كده هتلاقوا الدكتور اللي بيستخدم الايديتا بيجي في نهايه الجلسه كده يقوم بخخ بخ الكلور، لان لو ساب الايديتا موجوده على الجدران هيجي الجلسه اللي بعديها او الجلسه الجايه يلاقي الجدران طارت اتاكلت، فبيقوم بخخ بخه، لان الكلور بيعمل للايديتا ان اكتيفيشن، بيوقف نشاطها، بيخلي نشاطها يقف يتوقف، بيعمل لها ان اكتيفيشن، بيخلي النشاط بتاعها يقف. طيب التحضيرات بقى بتاعت الايديتا، احنا قلنا الايديتا ما بتقدرش تقتل المضادات البكتيريا، فانا عايز اخليها تقتل البكتيريا او تبقى قاتل البكتيريا، يبقى اعمل لها ايه او ايه اللي اعمله لها؟ يبقى اضيف لها مضاد حيوي، هي اسمها ايديتا، يبقى احط عليها مضاد حيوي اللي هو السيتافلون، واقوم واخد اول حرف فيه واقوم حاطه جنب الايديتا. والسؤال ده جه قبل كده في الامتحان، قال لك الايديتا سي ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن ايديتا متضاف لها السيتافلون او الكوارشري امونيوم كومباوند اللي هو المضاد الحيوي، ضفناه على الايديتا عشان نخلي الايديتا قاتله للبكتيريا، تقتل البكتيريا، تموت البكتيريا. طيب انا قلت الايديتا ما بتستخدمش كاريجيشن، انا عايز استخدمها كاريجيشن، اعمل ايه؟ اضيف لها الجليسرين اللي احنا قلنا عليها، وبرده ده جه سؤال قبل كده في امتحان، قال لك الار سي بريب دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ايديتا مع جليسرين او مع يوريا بيروكسيد اللي هي الجليسرين، عشان اخليها كاريجيشن او استخدمها كاريجيشن. يبقى كده في عندنا ثلاث حاجات بتتعامل في الاندو. لما يجي يقول لك اللي بيشيل الاورجانيك او الجزء الاورجانيك هو الكلور، اللي بيشيل الان اورجانيك او الجزء المينراليزد هو الايديتا، اللي بيشيل الجاتا برشا او يعمل ديسوليوشن في الجاتا برشا اللي هو الكلورو فورم. الثلاث حاجات دول بيجوا في الاسئله كتير. معلش يا دكتور، ممكن حضرتك تشرح لنا تاني ايديتا سي عباره عن ايه؟ الايديتا سي ده احنا قلنا الايديتا مش قاتله البكتيريا، ما فيهاش حاجه تقدر تقتل البكتيريا. طيب انا عايز اخليها تبقى بتعمل الصفه، بتفتح القنوات المتكلسه او القنوات المسدوده، وفي نفس الوقت لو في بكتيريا جوه القنوات المسدوده دي تموتها بالمره. فنعمل لها ايه او ايه اللي نعمله لها؟ نقوم ضايفين عليها مضاد حيوي، نزود عليها مضاد حيوي اللي هو السيتافلون او الكوارشري امونيوم كومباوند. فهقوم واخد اول حرف من المضاد الحيوي اللي هو حرف السي، واقوم حاطه جنب الايديتا، فيبقى اسمها ايديتا سي، او يقولوا عليها ايديتا سي اللي هو عباره عن ايديتا بلس انتي بيوتيك او بلس مضاد حيوي او زائد مضاد حيوي عشان تبقى قاتله للبكتيريا. طيب بيقول حضرتك اللي يشيل الاورجانيك الكلور ويشيل ان اورجانيك الايديتا، وايه كمان؟ واللي يشيل الجاتا باشا الكلوروفورم، اللي بيدوب الجاتا باشا الكلوروفورم. طيب
بيقول لك الموست اكسبتبل ميثود تو اتشيف روت كانال ديبرايدمنت، يعني احسن طريقه عشان اقول انا خلاص انا متاكد مليون في الميه انا نظفت السن زي الفل، نظفت السن 100 100. ايه اللي انا اقول عليه نظفت السن 100 100؟ خلوا بالكم في اجابه صح لكن في ادق. سموث والز. ايوه الله ينور عليك. عشان اتاكد هي ايه فكره التنظيف؟ ايه الفكره؟ يعني ايه انظف الجدر او يعني ايه انظف الجدر؟ يعني اشيل كل الايريجولاريتي اللي موجوده في السطح اللي ممكن فيها احتماليه ان تكون البكتيريا مستخبيه جواه. فايه احسن طريقه عشان اقول انا خلاص انا متاكد ان السن ده نظيف 100%، مفيش اي بكتيريا مستخبيه فيه او اي بكتيريا ممكن تعمل ري انفكشن بعد كده؟ ان احنا نعمل الوولز بتاعته تكون ناعمه خالص او ما فيهاش اي فرصه في اي بكتيريا ممكن تتواجد او تستخبى فيها او تتحبس فيها او تبقى موجوده فيها. فاحسن طريقه عشان اقول انا عملت تنظيف 100%، تنظيف رائع، تنظيف كويس جدا، ان الاسطح تكون ناعمه جدا او نعومه جدا. عشان كده يقول لك انت ممكن تفضل تستخدم الفايل لغايه اما تحس ان هو بيطلع وينزل في القناه بسلاسه. اول لما تلاقيه بيطلع وينزل في القناه بسلاسه يبقى كده الفايل ده خلص الشغل بتاعه. طيب جاء قبل كده قال السؤال في الامتحان عمليه التنظيف بتاعتنا دي تعتبر عمليه كيميكال ولا ميكانيكال؟ عمليه التنظيف بتاعت الجدر دي تعتبر عمليه كيميكال ولا ميكانيكال؟ الاثنين ميكانيكال وكيميكال. عشان كده قال لك هي كيميكال ولا ميكانيكال ولا بوس؟ لا هي الاثنين، هي الاثنين، هي فيها لازم، يعني ما فيش حد اسمه ينظف من غير ما يستخدم الريجيشن ولا في حد اسمه ينظف من غير ما يستخدم الفايلات، لازم الاثنين. فهي عمليه ايه او يتعالى عليها عمليه ايه؟ هي عمليه كيميكو ميكانيكال، كيميكال وميكانيكال مع بعض، الاثنين مع بعض. سوائل مع او سوائل مع حركه فايلات او طلوع ونزول للفايلات، فهي الاثنين وهي الاثنين مع بعض. طيب في حاجه بقى اسمها الليكج، ركزوا بقى معايا يا جماعه في النقطه دي عشان برضو بيجيبوا عليها سيناريوهات كتير. ايه هو الليكج؟ المفروض ان انا لما احط الجاتا برشه المفروض في اسرع فرصه ممكنه نقوم حاطين اللي هي الحشوه النهائيه. ليه؟ لان المفروض بيبقى حوالين الجاتا برشه هنا اللي مالي المكان ده حاجه اسمها السيلر، اللي هو اللزق يعني او اللزق اللي موجود. والسيلر ده ما بيقدرش يقاوم الميه، ما بيقدرش يقاوم الميه او بيدوب في الميه بسهوله. فيقوم لو هو الحشوه المؤقته وقعت وده بقى يواجه الميه يتحلل السيلر ده ويعمل باص او يعمل طريق تقدر تخش منه البكتيريا. عشان كده في سؤال بيجي في الامتحان يقول لك لو في مريض جالك بعد شهرين وقال لك الحشوه المؤقته وقعت مني وبقالي شهرين الحشوه المؤقته وقعت، ويقول لك صورت اشعه لقيت الاشعه تمام والمريض ما بيشتكيش من السن، تحط له الحشوه النهائيه ولا تعمل ريتريتمنت؟ ريتريتمنت. عشان السؤال ده بيجي في الامتحان كتير جدا وكل الناس بتقرا ان هو قال لك ان السن المريض ما بيشتكيش منه يبقى نحط الحشوه النهائيه. لا، طالما وقعت الحشوه المؤقته وعدى عليها شهرين فيما فوق يعني مليون في الميه في بكتيريا دخلت جوه الكنال تاني، يبقى حتى لو ما عملتش الانفكشن او ما عملتش المشكله في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي. يعني يا دكتور نقصد ان احنا ريتريتمنت، يعني احنا دلوقتي ريتريتمنت دوت ان احنا نعمل كليننج تاني، صح كده؟ بندخل في الفايل نعمل ريجيشن وكده. عيد تاني من اول وجديد، اشيل كل الخطوات القديم ده، اشيل كل الجاتا برشا القديمه دي وعيد تاني اكن السنه دي فيها فيلير بالظبط. هتعامل معاه ان هي فيها مثلا ابسست او خرجت او اي حاجه، وهتعامل معاه ان انا عيد تاني الخطوات كلها من اول وجديد، لان كده مليون في الميه في بكتيريا دخلت جوه. طالما عدى على العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها الليكج، ان حصل فتح هنا ما بين الجاتا برشا والاسطح بتاعه الولز فدخلت منها البكتيريا وقعدت جوه. حتى لو ما ظهرتش المشكله دلوقتي هي هتظهر في المستقبل، فانا ما استناهاش ان هي تظهر، اعمل ريتريتمنت على طول. برضو دي نقطه مهمه. طيب بيقول لك وايل كليننج اند شيفنج، واحنا بنعمل تنظيف في انسترومنت في حته من الفايل اتكسرت مننا واحنا بنحاول نطلعها، زقناها غصب عننا وخليناها تعدي
في الابيكال، يعني حته فايل اتكسرت وانا بحاول اطلعها زقتها وخليتها تنزل في الابيكال، يبقى المفروض اعمل ايه؟ المفروض اعمل ايه؟ نعمل ايه؟ سيرجيكال تريتمنت، اخد سيرجيكال، اعمل سيرجيكال خلاص. قلنا الفايل عدى، مفيش هيلنج هيحصل، لازم اعمل جراحه وابيسكتومي واطير الحته دي واشيل كل ده. دكتور في سؤال اللي هو بتاع البروجنوزيس ده، الفايل في الابيكس ولا الميد ولا الميد الاوبزيشنال؟ ولسه الحاجات دي هنقولها بعدين، هنقولها بعدين. بس هو يعني على العموم يعني الحاجه اللي بتبقى في الابيكال دي جود، اللي في الميدل مودريت، اللي في السيرفايكال ده اسوء شيء، اللي في السيرفايكال ده اسوء شيء، وليها حاجات كده هنقولها. يبقى كده الفايل تجاوز مني خلاص، ده كده لازم نعيد تاني او نعمل سيرجري، لازم نعيد تاني او نعمل سيرجري. طيب بيجي بقى سؤال في الامتحان، ايه العوامل اللي اقول عليها؟ زي ما الدكتوره كده كانت بتسال، ايه العوامل امتى اقول ان الفايل لو اتكسر هيبقى الهيلنج كويس واسيبه؟ لو اتوجد في الابيكال والفايل كسرت فايل كبير ما كسرتش فايل صغير، يعني لما يجي يقول لك لو انت كسرت فايل 30 البروجنوزس بتاعه احسن من لو كسرت فايل 15، ليه؟ هيعمل زي عشان هو قافل المكان. عامل سيلينج عشان معنى ان انا وصلت ل 30 يعني عملت خمس فايلات، يعني نظفت كتير، يعني شلت 90 95% من البكتيريا، لكن لو كسرت فايل 15 ده انا لسه بقول يا هادي، لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه داخل بقول يا هادي، يعني معناه ان متكون بكتيريا حواليه كتير، ما استخدمتش الريجيشن خالص، معناه ان مليان بكتيريا، معناه ان نسبه الفيلير بتاعته عاليه. فلما يجي يقول لنا مين الاحسن في البروجنوزز، ان هو يكون موجود في الابيكال، سادد الابيكال كويس، ان هو يكون كبير ما يكونش صغير، ان هو يكون في نهايه التنظيف مش بدايه التنظيف، ان هو يكون مع سن فايتال مش سن نكروتيك. ليه اللي بيتكسر مع الفايتال احسن من اللي بيتكسر مع النكروتيك؟ عشان البكتيريا، فايتال ما في بكتيريا، عشان نسبه، خلينا نقول احسن بصوره صحيحه، ان في النكروتيك نسبه البكتيريا اعلى، ان في النكروتيك نسبه البكتيريا او عنف البكتيريا او العنف بتاع البكتيريا اعلى من اللي في الفايتال. هي النسبه ان هو يكون عدى بري ابيكال اكبر، يعني لا حتى لو اتكسر في الابيكال يبقى يكون موجود وما عداش البلب الفايتال، هيبقى فيه شويه بكتيريا صغيره، لكن البلب النكروتيك ده مليان من اوله لاخره، كله متعبي بكتيريا من اوله لاخره، فالبروجنوز بتاعه اسوء اوحش. طيب بيقول لك which of the following most acceptable method of cleaning and shaving nickel titanium، يعني الطريقه اللي بنشتغل بيها في التنظيف ايه هي؟ ايه الطريقه اللي بنشتغل كله؟ اظن الاثنين اللي في النص بوش اند بول. لا اظن الاتش فايل بيطلع وينزل، يبقى ده كده بول اند بوش. الكي فايل بيلف عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه، يبقى ريمينج موشن. الروتري اللي هو الروتري، يبقى كلهم. الاتش فايل بيشتغل ازاي؟ ركزوا بقى في حركات الفايلات يا جماعه عشان مهمه برضو. الاتش فايل قلنا للجزء اللي فوق وبيقولوا عليها بول اند بوش، يعني اسحب وادفع، او بيقولوا عليها اب اند داون، او بيقولوا عليها فايلنج. دي كلها حاجات لمصطلح واحد، الاب اند داون، الفايلنج، البول اند بوش، دي كلها حاجه واحده للاتش فايل. طب الجزء اللي تحت اللي احنا قلنا بتاع الابيكال الصغير اللي هيشتغل فيه الكي فايل، يا اما يقول لك ريمنج، يا اما يقول لك روتيشن، يا اما يقول لك كلوك وايز، يا اما يقول لك انتي كلوك وايز. يبقى الكي فايل اربعه والاتش فايل اربعه، اب اند داون، بول اند بوش، فايلنج، ده للاتش فايل، ريمينج، روتيشن، كلوك وايز، انتي كلوك وايز، ده للكي فايل، ده للكي فايل. طيب بيقول لك الميجور ادفانتج اوف زنك اوكسايد ايجينول، اشهر ميزه او اشهر حاجه مميزه في زنك اوكسايد ايجينول ايه هي؟ ايه
سيديشن مميزه في الاتش فايل ايه هي؟ سيديشن في الزنك اوكسيد جينول ايه هي؟ لونج هيستوري. الله ينور عليك، ممتازه تمام. هل هو ما بيعملش ستيننج؟ لا، ده لو وقع منك نقطه من السيلر ده عليك على هدومك، لو قعدت 10 سنين تغسل اللبس ده مش هتطلع منه، بتكلبش في اللبس، يبقى بيعمل ستيننج. فاست سيتنج، لا ده بينشف ببطء جدا، يبقى دي غلط. بيعمل ادهيجن، لو كان بيعمل ادهيجن وكان بيلزق الجتا برشا في الاسطح بتاع القنوات كنا استحاله نعمل ريتريتمنت. امال هو الوظيفه بتاعته بيبقى تسمى ايه؟ خلوا بالكم المصطلح ده عشان بيجيبوه، بيعمل حاجه اسمها فيل سبيس، بيملى الفراغ اللي موجود ما بين الجتا برشا وبعضها وما بين الجتا برشا والدينتين وول. لكن هو بيلزق الجتا برشا في الدينتين وول؟ لا، هو بيعمل حاجه اسمها فيل سبيس او ملء للفراغات او بيملى الفراغات او بيملى الفراغات. هل هو انسولوبل؟ ما بيدوبش في او ما بيتحللش؟ لا، احنا قلنا اول لما بيقابل الميه بيتحل. يبقى ايه الميزه بتاعته او ايه الميزه المهمه اللي فيه او ايه الحاجه المهمه اللي فيه؟ ان هو قلنا حشو الاعصاب لو معمول كويس ممكن يعيش بال20 وبال30 سنه، فهو السكسس ريت بتاعه عالي جدا او السكسس ريت بتاعه عالي جدا. طب احنا قلنا لو السيلر عدى مني وتجاوز الايبكس بيبقى عادي، حاجه حلوه ولا وحشه؟ هي وحشه بس انه عادي، عادي الجسم يقدر يعني يبقى عمال متابعه معاها، الجسم بيتعامل معاها، الجسم بيتعامل معاها او بيعمل تعامل معاها. احنا قلنا لا، ده في بعض الدكاتره بتتعمد لو في ليجن ان يعملوا حاجه كده زي الشجره بيسموها السيلر باف او بيقولوا عليها السيلر باف، بيتعمدوا ان السيلر يندفع خارج، ده بيقول لك بيحسن الهيلينج او بيعمل الهيلينج. يعني في بعض الدكاتره بيتعمدوا ان السيلر يندفع تحت الجدر او ينزل ويملى تحت الجدر او يندفع تحت الجدر، يسموها السيلر باف او يقولوا عليها السيلر باف. طب جاب سؤال قبل كده في الامتحان قال لك بعد ما عملت عشان بينديوس يعني ان هو بيحسن الهيلينج او بيعمل التحسن للهيلينج. قال لك لو في بعد ما عملت اوبتوريشن لقيت في خط ابيض ريديو اوبيك ماشي بالعرض، ده ممكن يكون ايه او ايه هو؟ ده ممكن يكون ايه او ايه هو؟ ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون في فراكشر حصل في السن والسيلر قام دخل واحتل الفراكشر ده، فظهر خط ابيض في السن بعد ما عملت الاوبتوريشن، ظهر خط ابيض بالعرض في السن بعد ما عملت الاوبتوريشن. ليه؟ لاني كان في كسر في السن وقام الخط او السيلر مشي في الكسر ده او احتل الكسر ده او مشي في قلب الكسر ده، فظهر كخط ابيض في السن او خط ابيض موجود في قلب السن. طيب بيقول لك which tooth is improbably matched with reason for difficulty، يعني ايه السنه اللي مش متوصله مع الصعوبه بتاعتها؟ مين السنه اللي مش متوصله بطريقه صحيحه مع الصعوبه بتاعتها؟ مين هي؟ مين هي؟ مين السنه اللي مش متوصله بصوره صحيحه مع الصعوبه بتاعتها؟ الأبر 6؟ ليه بقى الأبر 6 ايه؟ لأن احنا قلنا القنوات بتاعة الأبر 6 قريبة منين؟ ساينس؟ لا، قريبة من الميسيو باكل. هو كاتب لك هنا الأبر 6 صعب لأن القنوات بتاعته قريبة من الديستو باكل أنجل. لا، احنا قلنا القنوات بتاعة الأبر 6 قريبة من ايه؟ او بتكون الصعوبه بتاعتها ان هم قريبين من ايه او بيكونوا قريبين من ايه؟ قريبين من الميزيو باكل، لان في ميزيو باكل 1 وميزيو باكل 2. لكن الابر فيرست بري مولر مثلا اللي هو الابر 4 بيكون في ميزيال كونكافيتي، البتاعه دي مشهوره جدا وبتيجي في الاسئله كتير وسبب صعوبه لحاجات كتير جدا. من الابر 4 الجدر بتاعه فيه انحناءه عنيفه جدا في ناحيه الميزيو، فيجي يقول لك ولا تعرف تحط فيه بوست كويس، ولا تعرف تعمل انسترومنتيشن فيه كويس، ولا تعرف تعمل فيه روت بلاننج كويس من نسبه الصعوبه بتاعته. اللور مولر قلنا مايل ناحيه اللينجوال، بيبقى مايل لجوه، فدي صحيحه. اللور انسايزرز قلنا بيبقى رفيع من الميزيو ديستال، فكلهم صح ما عدا
ان الابر 6 بيبقى قريب من الديستوباكال؟ لا، ده بيبقى قريب، القنوات بتاعته قريبه للميزيو باكال لاين انجل او الميزيو باكال لاين انجل. طب جه سؤال قبل كده في الامتحان قال لك كل الاسنان المفروض بنخش لها من ناحيه اللينجوال لما نيجي نعمل فيها اندو، ما عدا سن واحد بنخش له من ناحيه الباكل، مين هو؟ ما عدا سن واحد بس بنخش له من ناحيه الباكل، مين هو؟ الانسايزرز اللبنيات اللي هم الاي والاي اللي هم الماكسيلاري برايمري انسايزر، الانسايزرز اللبنيات هم الوحيدين اللي بنخش لهم من ناحية البطن. بقية الأسنان كلها وأنا بعمل فيها إندو بخش لها من ناحية اللينجوال أو من ناحية جوه. السؤال ده جه قبل كده في امتحان، مين السن الوحيد اللي بنخش له من ناحية البكل وإحنا بنعمل له إندو أو بنعمل له حشو عصب أو بنعمل فيه حشو عصب؟ السن الوحيد هو الإنسايزور بتاع اللبنيات أو الإنسايزور اللبني، هو الوحيد اللي بنخش له من ناحية البكل، هو الوحيد اللي بنخش له ناحية البكل. الانسايزر دكتور تقصد اللي هي السنترال واللاترال؟ لا الانسايزر السنترال واللاترال بس اللبنيات مش اللبنيات، اللبنيات البيض يعني. معلش تاني يا دكتور، يعني دولت لما بنيجي نعمل لهم اكس اوبننج بنعملهم لينجوال من بره من هنا، كل الاسنان بنفتح بالراوند بير من جوه من ناحيه اللينجوال، واحنا بنفتح اندو بنخش من جوه، الاكسس بتبقى من جوه من ناحيه البلاتال او من ناحيه اللينجوال. السن الوحيد بقى اللي بنعمل الاكسس من بره من هنا هم اللبنيات، الانسايزرز اللبنيات البرايمري انسايزرز يعني. طيب بيقول لك الاكشن اوف فايل ديتكت شيب اوف كانال، يعني على حسب الفايل هيشتغل ازاي هيحدد لي شكل القناه هتكون ازاي، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ ايوه صح. صح، على حسب طريقه شغل الفايل هتحدد لنا شكل القناه. فبيقول لك بقى سؤال ثاني بيكمل النقطه دي، بيقول لك الريمنج اللي هي الروتيشن بتخلي القناه راوند، بتعمل القناه راوند، صح ولا غلط؟ ايوه، لان هي بتمشي كلوك وايز وانتي كلوك وايز. الكي فايل بيشتغل في النقطة دي، فأنا ببقى عايزه يحضر بس الجزء ده، فبيعمل الجزء ده إيه؟ عشان يعمل فيه التاك باك يخليه سرندكال كده أو اسطواني أو الراوند، لكن الجزء اللي فوق ده بشتغل بالإتش فايل، فالإتش فايل بيطلع وينزل، فيعمل لي القناة من فوق إيه؟ أو يعمل شكل القناة من فوق إيه؟ مخروطي، فتبقى القناة من تحت في المكان اللي هيشتغل فيه الكي فايل بتكون سرندكال أو اسطوانية أو عاملة زي الأسطوانة، والقناة من فوق بتكون مخروطيه، او اللي بيشتغل الاتش فايل بيخليها مخروطيه او بيخليها زي المخروط. يبقى اللي بيشتغل لتحت وبيشتغل في الجزء اللي تحت هو الكي، وبيعمل القناه راوند او بيعمل فيها روتيشن، بيعمل فيها راونديشن، اللي فوق بيعمل القناه مخروطي او شكل المخروط. طيب الجتا برشا بوقف الاوبتيوريشن فين؟ السؤال ده بيجي في الامتحان كتير جدا وبيتكرر في الامتحان كتير جدا. بوقف الجتا برشا في اربع نقط، يا اما اقل من الكاتيك ايبكس بنص الواحد ملي، يا اما عند نقطه انتقاء السمنتا مع الدينتين بيسموها الدينتين وسمنتال جانكشن، يا اما اضيق حته في القناه بيسموها الماينور ايبيكال فورامينا او الماينور ايبيكال كونستريكشن. الجاتا بيرشا او الاوبتيوريشن بيقف في اربع نقط، اقل من الراديوجرافيك ايبكس بنص الواحد ملي، في اكتر حته ضيقه في القناه اللي هي الماينور ايبيكال كونستريكشن، او فتحه القناه الصغيره اللي هي الماينور ايبيكال فورامينا، او عند نقطه التقاء السمنتم والدينتين اللي هي الدينتينو سمنتال جانكشن. الجاتا بيرشا او الاوبتيوريشن بيقف في اربع اماكن، يا التقاء السمنتم مع الدينتين، دينتينو سمنتال، يا اقل من الاشعه بنص الواحد ملي، اقل من الريديوجرافيك ايبكس بنص الواحد ملي، يا اضيق حته في قطر القناه اللي هي الماينور ايبيكال كونستريكشن، او الفتحه الضيقه بتاعه القناه اللي هي الماينور ايبيكال فورامينا. اربع نقاط ومهمين جدا وبيجوا في الاسئله كتير. طب دكتور ممكن تورينا بس الرسمه؟ يعني رسم عن طريق الجوجل، معلش.
يعني انا مثلا عندي القناه كده اهي، هشوف اضيق حته موجوده فيها فين، او اكتر حته ضيقه موجوده في القناه او موجوده في قلب القناه هي فين. اضيق حته في القطر ضاقت هي الحته دي، يبقى هي الحته دي هي نقطه التقاء السمنتم مع الدنتين، هي الماينور ايبيكال كونستريكشن، هي الماينور ايبيكال فورامينا، هي اقل من الراديوجرافيك اكس بنص لواحد ملي. فهي هي نفس الحته، التقاء السمنتم مع الدنتين هي اضيق قطر للقناه، او اكتر نقطه ضيقه في القناه هي نقطه التقاء السمنتم مع الدنتين، هي اللي اقل من الراديوجرافيك ايبكس. دي اللي تحت دي بيسموها الاناتوميك ايبكس، او بيقولوا عليها الاناتوميك ايبكس، ودي الماينور ايبيكال كونستريكشن، او اضيق حته في القناه، او الفتحه الضيقه بتاعه القناه، او التقاء السمنتم بتاع الدنتين. هي نفس المكان، بنقدر نوصفه باربع اوصاف او اربع اوصاف موجوده. طيب بيقول لك which of the following statement are true regarding file، يعني واحنا بنتكلم على الفايلات ايه النقطه اللي بتكون صحيحه. النيرف بروتش اللي احنا بنشيل بيه النيرف ينفع نستخدمه في ان احنا نوسع بيه القناه، صح ولا غلط؟ غلط. لا ما يوسعش، حالة يوسع يبقى دي غلط. طيب الكي فايل ممكن تبقى ماشين وممكن تبقى تويستد، يعني ممكن امسكها بايدي وممكن اركبها في جهاز؟ غلط. لا صح، في بعض في هاند بيس مخصوصه كده بيتركب فيها الكي فايل عادي، بيركب فيها الكي فايل عادي، بيتركب زي شبه اللوز بيت كده وبيعمل لها موديفيكيشن وبيركب فيها الكي فايل، فدي صحيحه. طيب المفروض واحنا بنستخدم النيرف بروتش اعمل عليه ضغط، ادوس عليه جامد، اضغط عليه جامد؟ لا غلط. ده سهل الكسر، ده اسهل حاجه في الفايلات كلها او في الحاجات دي كلها تنكسر بسهوله، هو النيرف بروتش، لانه بيبقى ضعيف جدا، بيبقى ضعيف جدا وبيبقى مليان شوك صغير كده يا دكتور، سهل الكسر جدا. فالمفروض بس مجرد ان انا بشد بيه النيرف لكن ما اعملش بيه اي بريشر خالص، فدي كده يبقى غلط. طيب الستال ستيل بتبقى ليس فليكسبل، يعني مور هارد. الستال ستيل اللي هي زي الفايلات بتاعتنا المانيوال دي، بتبقى ناشفه اكتر من فايلات الروتري؟ صح صح، لان الروتري فيها مرونه عاليه، او المرونه بتاعتها بتكون اعلى من فايلات المانوال. طيب عندنا الكي فايل، ركزوا بقى معايا يا جماعه في النقطه دي عشان مهمه جدا. الكي فايل بيكون فيري سترونج لكن ليست اجريسيف، يعني ما يقدرش يشيل من القناه، من جدران القناه جامد لكن ما ينكسرش بسهوله، فيقول لك عليه ان هو سترونجست فايل لكن الليست اجريسيف. الليست اجريسيف يعني ايه؟ يعني ما يقدرش يكحت، لو حطيت الكي فايل كده على صباعك هتحس ان هو ما بيعوركش، ما هو هتحس ان هو ناعم شويه، لكن لو حطيت الاتش فايل على صباعك هتحس ان هو بشوك كده، في زي الشوك كده، فيكون الاتش فايل العكس بقى، هو ضعيف لكن بيكحت جامد جدا في السن، بيشيل جامد. عشان كده الكي فايل قلنا بس مجرد ان هو بيعمل راونديشن للجزء ده، للحته دي يعمل له راونديشن بس، لكن الاتش فايل هو اللي يكحت لي الجدران من فوق، او هو اللي يعمل لي كحت للجدران من فوق ويعمل لي الشكل المخروطي اللي هو عندنا. وبرده النقطه دي مهمه جدا. طب في بقى حساب للفايل دايمنشن، ركزوا بقى معايا، ده بيحبوه كتير في الامتحان السؤال بتاع الفايل دايمنشن ده. احنا عندنا اي قطر بدايته، اي فايل بدايه القطر بتاعته بتكون اسم رقم الفايل على 100، يعني فايل 10 يبقى بدايه القطر بتاعه كام؟ 10 من 100. فايل 15 يبقى 15 من 100، فايل 20 يبقى 20 من 100، فايل 25 يبقى 25 من 100 بدايه القطر بتاعته. ولو عايز اجيب اي قطر تاني قال لي 9 8 7، بضرب الرقم القطر اللي هو جايبه لي اذا كان 9 ولا 8 في الرقم الثابت اللي هو 2 من 100، وبقوم راجع جامع الرقمين على بعض يقوم مديني قطر الفايل في المنطقه اللي هو عايزها. يعني مثلا خلينا نقولها بمثال، لو جه قال لي هات لي الدي 7 الدي 7 بتاع فايل رقم 25، يبقى هنعمل ايه؟ هنجيب بدايه القطر يبقى هيساوي كام؟ 25 على 100 يبقى هيساوي كام؟ 25 من 100. وعندي قال لي فايل 7 يبقى هنضرب ال 7 او الدي 7 هنضربها في الرقم الثابت اللي هو 2 من 100، يبقى 7 في 2 من 100 هيساوي كام؟ 14 من 100. يبقى اجمع الاثنين على بعض يبقى هيساوي كام؟ 4 5 4 9 2 1 3.
يبقى الدي 7 بتاع فايل رقم 20 25 هيساوي كام؟ 39 من 100. 39 من 100. طب خلينا نقول مثال تاني عليها. لو قال لي هات لي الدي 9 الدي 9 بتاع فايل 30، يبقى هنعمل ايه؟ هنجيب بدايه القطر الاول نقسم رقم الفايل على 100، يبقى 30 هيساوي 30%، واضرب الرقم اللي هو جايبه لي في الرقم الثابت 9 في 2 من 100 يبقى هيساوي كام؟ 18 من 100. اجمع الرقمين على بعض 18 من 100 على 30 من 100 يبقى هيساوي 48 من 100. طب خلينا نقول برضو مثال ثالث. لو جه قال لي هات لي الدي مثلا 8 بتاع فايل رقم 15، مين يعرف يجيبها؟ الدي 8 بتاع فايل رقم 15 هنجيبها ازاي؟ الدي 8 بتاع فايل رقم 15 16 زائد 16 من 100 15 زائد 16 من 100 يبقى بداية القطر 15 من 100، والدي 8 رقم 8، 8 هنضربه في الرقم ثابت، 8 في 2 من 100 يبقى هيساوي كام؟ 8 في 2 من 100 يعني 16 من 100، يبقى نجمع 15 من 100 و16 من 100 بقى هيساوي كام؟ 31 من 100، يبقى ده كده الدي 8 بتاع فايل رقم 15 هيساوي 31 من 100. طب خلينا نقول مثال تاني ليها برضو. هات لي هتقولي الدي 11 بتاع فايل رقم 40، الدي 11 بتاع فايل رقم 40 هيساوي كام؟ الدي 11 بتاع فايل رقم 40 هيساوي كام؟ دي 11 لفايل رقم 40 هيساوي كام؟ 22 من 100 بلس 40 يبقى هنجيب الاول 40 يبقى 40 من 100. 11 رقم 11 هنضربه في الرقم الثابت هيساوي كام؟ 11 في 2 من 100 بيساوي كام؟ 66%. يبقى 40 22، لا 2 11 في 2 من 100 62 من 100 يبقى هيساوي 22 62 من 100. 62 من 100 يبقى هيساوي 62 من 100. لازم يجيبوها دي في كل امتحان ولازم يكرروها في كل امتحان. الفايل دايمنشن دي بيجيبوها كتير جدا وبتتكرر كتير جدا في كل امتحان، خدوا بالكم منها. طب معلش يا دكتور، ممكن استئذان صغير؟ ممكن حضرتك تبعتها لنا في فويس نوت بمثال كده يعني، بس عشان ايه تبقى تمام واضحه قدامنا، ما نقعدش نسمع محاضره من الاول. تمام ان شاء الله. طيب احنا كده خلصنا الجزء بتاع النهارده. في حد عنده اشكاليه في اي حاجه يا جماعه؟ في حد عنده اشكاليه في اي حاجه؟ لا شكرا يا دكتور. مليان اسئله يا جماعه. دكتور بالنسبه يا دكتور للسلاين، هل هو بيستخدم معاك يستخدم في الاريجيشن ولا لا؟ يستخدم عادي، بس ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها سلاين لوحده. يعني ما هي دي نفس الفكره، السلاين لوحده ما يموتش بكتيريا، فما ينفعش تستخدم السلاين لوحده. تمام؟ يعني مثلا لو هتعملي سلاين ممكن تعملي معاه كلور، ما ممكن تعملي معاه اي حاجه ثانيه، لكن ما فيش حاجه اسمها سلاين لوحده. او مثلا يكون المريض عنده اتشز وانت بتعملي بس ما بين الجلسات، وخايفه الايبكس تكون مفتوحه مثلا او حاجه، فخايفه لو استخدمت الكلور يعمل له صدمه الكلور اللي هي الصوديوم هايبوكلورايد اكس، فتعملي له السلاين. لكن كفي الطبيعي لا، ما بيستخدمش لوحده يعني. في حد عنده اي اسئله في اي حاجه يا جماعه؟ زي ما بقول لكم كده المحاضره مهمه وفي اسئله فيها كتير في الامتحان، كتير جدا، واسئلتها سهله بسيطه زي ما احنا شفناها كده، ما فيهاش تفكير كتير او لفه كتيره، فالموضوع سهل يعني ان شاء الله. دكتور ممكن تعيد الموشن حقت الاتش فايل والكي فايل؟ تمام. الكي فايل بيشتغل في المنطقه اللي تحت او الجزء اللي تحت، انا بس ببقى عايزه يعمل لي حاجه اسمها الايبيكال سيل او بيقولوا عليها التاك باك، ببقى عايزه يحضر لي الحته دي يعملها لي بس راونديشن عشان الجاتا باشا تيجي تعمل احتكاك في الجزء ده فتمسك فيه، فانا بس مجرد عايزه يعمل لي زي راونديشن في الحته دي. فالكي فايل بيشتغل ريمنج او روتيشن او كلوك وايز او انتي كلوك وايز في المنطقه اللي تحت دي بس، الجزء الايبيكال. لكن انا عايز انظف الجدران من هنا تنظيف عنيف عشان قلنا نعملها سموث او ناعمه، فنستخدم فايل عنيف اللي هو بيطلع وبينزل او اب اند داون او فايلنج اللي هو الاتش فايل، هو اللي بيكمل الشغل في الجزء الاعلى او الجزء اللي فوق او جزء بقيه الجزء بتاع القناه. تمام؟
تمام. طب في حد عنده اي اسئله في اي حاجه يا جماعه؟ لا يا دكتور ميرسي قوي. ذاكروا المحاضره يا جماعه مهمه جدا. واحنا يا دكتور الاندو كده هيخلص مننا امتى؟ على امتى كده؟ كمان كام حصه؟ بكره ان شاء الله. ان شاء الله اشوفكم بكره. لو سمحت دكتور. ايوه. السكشنز بتاعت الفايلات، السكشنز الكروس سكشن. اه هناخدها في تجمعات نظريه لسه هناخدها في جزء نظري كده هناخده بعد بكره. ده هنا الجزء العملي شويه لسه في بقى اللي هي الالوان والاحجام ومش عارف ايه والحاجات دي هناخدها في تجميعة نظريه كده بعد بكره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نشوفكم بخير. فاكروا كويس بقى يا جماعه. كويس بقى باذن الله. تصبحوا على خير. مع السلامه. مع السلامه.